بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنشتغل النهارده ان شاء الله يا اولاد مع بعض باذن الله تعالى في الفاونديشن. بدايه كده الفاونديشن عندنا عباره عن نوعين رئيسيين، شالو فاونديشن وديب فاونديشن. الشالو هي كل الفاونديشنز بجميع انواعها، الديب هي الفايلز بس، يبقى اي حاجه بره المايك تعتبر مين؟ شالو. طيب انا امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ نمسك اول حاجه عندنا الديب او الشالو فاونديشن عباره عن ايه؟ ايزوليتد في المنزله ده، ايزوليتد تمام؟ اول حاجه عندنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا اولاد الايزوليتد فوتنج. يبقى عندنا الشالو فاونديشن عباره عن الايزوليتد فوتنج، الاستراب بيم، الستريب فوتنج، الكومباين فوتنج، الرافت. دي كلها انواع مين؟ الشالو فاونديشن. طيب انا امتى استخدم الايزوليتد فوتنج اللي هي القواعد المنفصله؟ قال لك بتستخدم القواعد المنفصله اللي هي الايزوليتد فوتنج، وابسط نوع من القواعد ده في حاله ما اذا كان الاجهاد الناتج عن المبنى اقل من او يساوي مين؟ البيرنج كاباستي. صح الكلام ده؟ يبقى لو كان الاجهاد اللي ناتج عن المبنى اقل من او يساوي مين؟ البيرنج كاباستي. حيث ان المبنى عندنا في حاجه للمبنى اسمها مين؟ البيرنج كاباستي اللي هي قدره تحمل مين؟ التربه. اللي انا بروح احسب قصادها هناك حاجه اسمها مين؟ الاستريس. ده الاستريس اللي جاي على المبنى او اللي جاي على الفاونديشن، اللي هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاصل قسمة اي استريس، مش عباره عن فرصه على مين؟ بس يبقى عباره عن فرصه على اريا، حيث ان الفورس بتمثل مين؟ دي وزن المنشا زائد وزن الاساسات. اتفقنا؟ طب الاريا اللي تحت دي يبقى ده كده واحد قياسه ايه فوق؟ ما دام وزن طن، واحد قياسه طن، اللي تحت دي عباره عن ايه؟ مساحه الاساسات تمام؟ ودي واحد قياسها ايه؟ متر مربع. يبقى معنى كده الاستريس ده بيطلع مين؟ واحد قياسه طن على المتر المربع تمام؟ اللي انا لو افترضت معاك جدلا ان المشروع بتاعي عملنا تقرير الجثه كانت طالعه 2 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، اللي هو بيعادل 20 طن على المتر المربع. هقول تاني ولا اتفقنا؟ طب انا لسه هرجع اتكلم في حوار البيلينج كاباستي، محدش يسالني، كمل لي. يبقى انا امتى هستخدم ايزوليتد فوتنج؟ قلنا ده في الحاله لما يكون الاجهاد اللي عندك ماله اقل من الاجهاد بالظبط، التربه. طيب الكومباين فوتنج بنستخدمها امتى؟ الكومباين فوتنج في الغالب بنستخدمها في حال تداخل قاعدتين داخليتين، في حال تداخل قواعد مع بعضها جوه. انهي قواعد؟ المسلحه مش العاديه، تداخل العاديه اكسبتد، في حين ان له برضه بعض الليمتس يعني خليها على جنب، بس خليها معاك مبدئيا كده ان التداخل ده هيكون في مين؟ في المسلحه مش في مين؟ في العاديه. ده معناه ساعتها ايه؟ ده معناه ببساطه ان الباشمهندس المحترم ده في عمود عنده جاي بالمنظر ده، يبقى ده عمود جاي بالمنظر ده للراجل، وفي عمود تاني اخوه جاي هنا بالمنظر ده. الراجل ده راح عامل للعمود ده قاعده عاديه بالمنظر ده كده اهي، دي قاعده عاديه لده ودي قاعده عاديه لده. واضح الكلام؟ راح عامل المسلحة بتاعت ده، راحت جاية المسلحة كده، وراحت المسلحة بتاعت ده برضه داخلة فيها كده والية. طبعا تداخل العادية أو تداخل المسلحة ده معناه إن العادية مالها؟ دخلت في بعضها من زمان. طب الحل إيه ساعتها؟ هروح ساعتها على طول محول الاتنين قاعدة واحدة وأسميها مين؟ كومباين. الكلام ده غلط. آخر حل على الإطلاق تفكر فيه إنك تعمل القاعدة دي مالها؟ كومباين فود. امال اعمل ايه في التوقيت ده؟ صل على سيدنا محمد. كل اللي هعمله المفترض يا جماعه ان لما تكون القاعده، لما يكون العمود مستطيل بتكون القاعده مستطيله، لما يكون العمود مربع او العمود دائري بتكون القاعده مربعه. وافضل تصميم للقواعد دايما ان هي تكون ايكوال بروجكشن. يعني ايه ايكوال بروجكشن؟ يعني مهما كان ادي العمود اهو وادي القاعده اهي. حلو الكلام؟ ده معناه ان الرفرفه من الاربع اتجاهات من العمود مالها متساويه.
يبقى دي معنى كلمه ايكوال بروجكشن، علشان ساعتها لما تيجي تفرش وتغطي لا هتفرق معاك لا فرش وغطا لا في قصير ولا في مين ولا في طويل، لان العزم بالنسبه للمتر الطول الواحد في الاتجاهين ماله ثابت. واضح انا قصدي ايه؟ طب الحل ايه ساعتها بقى؟ الحل ساعتها ان دي كده كانت معموله قفر قف 3. الباشمهندس هيروح جاي عامل ايه؟ هيروح جاي، خلي بالك البعد الكبير في القعده ماشي مع البعد الكبير في العمود. ده الضرب، اتفقنا؟ هيروح جاي الباشا، هيروح جاي بكل بساطه الباشا هنا اهو. طبعا القعده دي معلش كانت جايه كده، القعده بتاعتنا دي ادي العاديه بتاعتها اهي، وادي المسلحه بتاعتها اهي. حلو الكلام؟ لما جه يعمل دي قلب بقى الضرب بتاعها الناحيه الثانيه، انتوا خدتوا بالكم عمل ايه؟ راح بدل ما القعده كانت ماشيه كده راح واخدها مخليها ازاي؟ خلاها العكس كده. في التوقيت ده لما خلاها كده اهي، لما خلاها كده راحت جايه كده ليه؟ تمام؟ وراح جاي قالب دي فجت كده. ده معنى ساعتها ايه؟ لا لسه المسلحه برضو مالها متداخله. طيب اولا كده بس الاول دي مش نفس ابعاد القعده قف 3؟ تمام. اه بس خلي بالك ذراع العزم ده بقى زي ذراع العزم ده ولا العمليه اختلفت؟ اختلفت. يبقى دي نفس قف 3 كابعاد كطول وعرض مش ارتفاع. ممكن عشان ذراع العزم ده زاد ارتفاع القعده بدل ما كان 60 ممكن يبقى 70. دي رقم واحد. رقم اثنين التسريح بتاعها ماله؟ هيختلف. يبقى نظرا ان هي نفس الابعاد طول وعرض لكن التخانه ممكن تختلف والحديد ممكن يختلف، فدي هنسميها مع بعض قف 3 ايه؟ داش. يبقى هي نفس ابعاد القف 3 بس الحديد والدبس ماله مختلفين. يعني نتيجه ان انا غيرت الضرب. ايوه زادت السمك. السمك هيزيد ليه؟ لان ذراع العزم ده بقى اكبر من ذراع العزم ده، زاد قوي. طب انا ممكن ازود السمك بزياده كمان بحيث اني اقلل الابعاد كمان ولا لا؟ ممكن. السمك ملوش علاقه بالابعاد، معلش ما نخلطش الاوراق ببعض. السمك له علاقه بذراع العزم. جميل. وضحت انا قصدي ايه؟ طب تمام، اللي حصل كده المشكله دي حلها ايه ساعتها؟ حلها هيروح جاي برضه واخد القعده اهي ويعمل ايه؟ ويقلب ضربها، يبقى ادي العاديه اهي وادي المسلحه اهي. يبقى المسلحه دي مع المسلحه دي دخلوا في بعض ولا بعدوا؟ يبقى ساعتها هروح نسمي دي ولتكن قف 4 داش. انتوا فاهمين معايا انا قصدي ايه؟ طيب لسه متداخلين في بعض، هتعمل ايه ساعتها بقى؟ غصب عنك يتعمل كومباين. يعني ابعد حل تفكر فيه هو مين؟ الكومباين. اقول الكلام ده تاني ولا اتفقنا؟ يبقى بيقلب ضرب كل مين؟ بيقلب ضرب كل اعداء لحد لما ما يحصلش تداخل. اتفقنا؟ طيب صلى على سيدنا محمد. يبقى ده انا وانا كنت مين؟ كومباين. السؤال كمان المهم، كانوا في الكليه بيقولوها لنا، بيقول لنا ايه؟ كانوا بيقولوا لنا لو انت عندك عمود جار، ادي عمود جار اهو، صح الكلام ده؟ وادي عمود داخلي. كانوا بيقولوا لنا ايه؟ لو المسافه من سنتر لاين العمود الجار لسنتر لاين العمود الداخلي كانت اقل من كام؟ كانت اقل من 5 متر، بنعملها كومباين فودنج. الكلام ده غلط. معلش خد مني واشتري، طول ما العمود عمود جار ملوش حل غير ان انا هعمل الاستراب بيم الشداد، وده اللي هنشوفه المره اللي جايه بالتفصيل مش النهارده. طب هو امتى تعملها كومباين فودنج؟ ان لو بصراحه افرض المسافه دي كانت 3 متر، جه يعمل قاعده هنا للقاعده للعمود ده وقاعده للعمود ده مسلحه، وجه يعمل الشداد بقى القاعدتين المسلحتين دخلوا في بعض، يبقى ساعتها هيضطر يعملها مين؟ كومباين فودنج. لكن دايما حطها قاعده في دماغك ان انا بشيل عمود الجار على مين؟ على استراب شداد. واضح الكلام؟ واضح الكلام. يبقى ده بالنسبه لمين بقول؟ دي الكومباين فودنج. اتفضل. ليه اخر حاجه؟ لان الكومباين فوتنج رقم واحد دبسها مش هيقل معاك عن 70 80 سم. رقم اثنين حديد تسليح سفلي وعلوي، غير كده بنيجي عند راس العمود تحت تحت بناخد مسافه شمال ويمين من كل عمود وبنروض فوق نكثف الحديد في المكان ده، بنعمل حاجه اسمها هيدن بيم، فتسليحها تقريبا بيبقى داخل على ثلاث اضعاف كوني هعمل كل قاعده من دول لوحدها. انا بتكلم كفلوس مش كحاجه ثانيه. واضح؟ تمام. طيب صلى على سيدنا محمد. طب الاستراب بيم بنعمل ايه بقى؟ الاستراب بيم بنعمل بيه حاجتين. بنعمل بيه حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ بنعمل بيه قواعد الجار، ودي حته ما خدتوهاش في الكليه تدعوا لي عليها بعد كده بقى، اللي هي مين؟ الحوائط السنده.
الستريب فودنج اللي تحت الحوائط السانده بنربطها بالعندان جوه عن طريق مين؟ استراب بيم. هنتكلم فيها بالتفصيل المره اللي جايه، مش في نطاقها النهارده خالص على الاطلاق. طب كمل معايا. طب الستريب فوتنج القواعد الشريطيه بتعملها امتى الستريب فوتنج بقى؟ كنا عملناها قبل كده تحت الريتيننج وول مش كده؟ وتحت مين كمان؟ الوول بيرنج، مباني الحوائط الحامله، مش كنا بنعمل تحت كل؟ وايه كمان؟ لما بيكون عندك اكتر من عمود جايين على خط واحد والقواعد بتاعتهم كلها تكاد تكون متداخله، بيروح جاي بدل ما يعمل قاعده متداخله في بعضها بيعمل ايه؟ قاعده واحده بياخدها يشيك بيها سطر الاعمده بالكامل. يبقى دي استخدامات مين؟ الستريب فوتنج. طب لما نيجي نتكلم بقى على المات او الرفت فاونديشن، الرفت بنستخدم الرفت امتى؟ ايوه بنستخدم الرفت لما بتكون التربه عندك ضعيفه، بس ساعتها لازم يكون برضه مين؟ خلي بالك الاجهاد اللي جاي نتيجه المبنى اقل من او يساوي مين؟ البيرنج كاباسيتي. طيب كلام جميل. امتى نستخدم القاعده بتاعتنا مين؟ رفت. امتى استخدمها رفت؟ لما بتكون التربه كومبريسبل. يعني ايه كومبريسبل؟ يعني التربه شديده الانضغاطيه. طب يضطر ساعتها يعمل القاعده كلها حته واحده عشان يكبر البيرنج كاباسيتي على الارض بقدر مين؟ او اسف البيرنج على الارض بقدر الايه؟ الامكان. يا جماعه مش بقول لك دايما لما تكون عندك الحته دي رمل كتير تستخدم فرد الكاوتش عريضه عشان ما تغرزش، اهي زيها بالظبط. يبقى ساعتها عشان التربه كومبريسبل جامد فبيعمل القاعده كلها حته ايه؟ واحده. انت كمان لما بيكون في هبوط متفاوت كبير في التربه في ديفرنشال سيتلمنت وبالتالي ساعتها لازم يعملها برضو مين؟ رفع. ايه كمان؟ لما بيكون عنده الحته اللي هنحكيها مع بعض دي، تعالى نشوف بقى. انت مش ده الاستريس اللي بتحسبه نتيجه المبنى ولا انا بتهيأ؟ حلو، هاخد الاستريس ده هروح اقارنه بمين؟ البيرنج كاباسيتي. اللي لو الاستريس ده كان اقل من او يساوي البيرنج كاباسيتي ده معناه ساعتها على طول وانت مغمض شغال مين؟ قلنا ايه؟ ها؟ شالو فاونديشن. طب حلو الكلام، يبقى على طول انا كده شغال شالو فاونديشن. بس هل شالو فاونديشن مفتوحه؟ لا. لو الاس دي اقل من 67% البيرنج كاباسيتي، يعني اقل من ثلثين البيرنج كاباسيتي، ساعتها تروح تشتغل على ايزوليتد فودنج، يعني تعمل المبنى على قواعد منفصله وانت مطمن ان مفيش قواعد كتير هتخش في بعضها. لكن لو الاس دي كانت اكبر من او تساوي اقل من او تساوي اكبر من او تساوي 67% البيرنج كاباسيتي اقل من او تساوي البيرنج كاباسيتي، ساعتها هيروح يشتغل مين؟ مات او بنسميها ايه؟ الرفت فاونديشن. طيب هو ده كده معناه ايه؟ عارف ده معناه ايه؟ ده معناه لو الاس كانت ما بين ثلثين البيرنج كاباسيتي والبيرنج كاباسيتي ده معناه ان الاحمال اللي جايه عاليه، فكل ما يجي يعمل قاعده العمود وعمود جنبه يروح داخلين في بعض يروح عاملهم كومباين فوتنج، هيلاقي ساعتها المشروع وليكن كان المفروض 16 18 عمود ده فيه بالظبط حوالي 8 9 قواعد كومباين فوتنج، يعني كل القواعد داخله في ايه بعضها تقريبا، ساعتها يقول لك بلا قرف حولها مين؟ رفت حته واحده واخلص. انتوا فهمتوا الكلام اللي انا بقوله؟ طيب لو الاس دي كانت اكبر من البيرنج كاباسيتي يبقى انت على طول اوتوماتيك دخلت في سكه مين؟ الديب فاونديشن. طب الديب فاونديشن بتاعتك بقى اللي هي تمشي ايه؟ بايلز. اللي البايلز دي بنشيلها على كام حاجه؟ حاجتين، يا ترص البايلز يونيفورم يا ترص البايلز نون يونيفورم. يعني ايه البايلز يونيفورم ويعني نون يونيفورم؟ اسمعك؟ تعالى نشوف. صلى على النبي. فاكرين الحصه الثانيه ساعه ما كان معايا مشروع والخوازيق رصيناها يونيفورم على المبنى كله؟ حلو، يبقى ده اسمه يونيفورم. ساعتها لو رصيتها يونيفورم ده معناه ساعتها هتبقى رفت الفاونديشن بتاعتك عباره عن رفت اون مين؟ اون بايلز. يعني هيعمل الخوازيق ويعمل فوقها رفت. ده لو انا كده ايه معلش بقول هرص ايه؟ منتظم يونيفورم. طب لو هرص نون يونيفورم يعني ايه نون يونيفورم بقى؟ يعني بدل ما كنت باخد وزن المبنى بالكامل واقسمه على قدره تحمل الخازوق الواحد ده انا هاخد كل عمود على حده وزنه كام واقسمه على قدره تحمل الخازوق الواحد.
ساعتها بقى الطاير العمود ده محتاج 3 خوازيق، ده محتاج 4 خوازيق، ببدا ارصهم تحته، ارصهم تحته نون يونيفورم، تمشي بسكتين، تمشي برضو رافت اون بايل. ما انا هعمل تحت كل عمود الخوازيق بتاعته واعمل فوقها كلها رافت واحده. ده معناه ساعتها بقى ان تحت الرافت دي الخوازيق منتظمه ولا متركزه عند العمدان؟ متركزه عند العمدان. او ان انا اروح اعمل حاجه اسمها البايل كاب. البايل كاب، ايه البايل كاب دي؟ دي ايزوليتد فودي بالبلدي كده، بتبقى موجوده بقى عند مين؟ عند كل عمود في الخوازيق بتاعته البايل كاب. واضح؟ تمام. اللي دخلت البايل كاب ما تقلش عن كام باي حد الاحوال؟ عن متر. لازم البايل كاب ما تقلش عن متر. اشمعنى؟ عشان لما تاخد حمل العمود هي ملزمه توزع الحمل بتاع العمود على الخوازيق اللي تحتها ايكواليتي بالتساوي. واضح؟ وعلشان توزع الحمل على عمدان بالتساوي لازم تكون البايل كاب دي جسائتها ما تقلش عن متر عشان تبقى عنصر جسد. وبالتالي تاخد الحمل ما يحصل لهاش ديفورمد شيب. كون يحصل لها ديفورمد شيب يبقى هتخلي هنا هنا اعلى من مين؟ من ناحيه يعني حته تنشن وحته مين؟ كومبريشن. فهمت ليه مش هتقل عن متر؟ عشان يبقى الحاجه جاسئه. لما اجي احط ايدي على الموبايل ده وباجي بسند على القلم تحت، لو الموبايل ده عريض واسند على الاقلام هيبقى متوزع الحمل على الاقلام تحت مظبوط، لكن لو الموبايل ده ورقه هلاقيه هو شخصيا بدا يحصل له ديفورمد شيب. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طيب حلو الكلام. امتى؟ يبقى اتفقنا امتى هنعملها بايل اسف رفت. طب امتى هعمل رفت كمان؟ لما بيكون منسوب الميه الجوفيه مرتفع. لما بيكون منسوب الميه الجوفيه مرتفع فساعتها بيروح مريح نفسه ويعملها مين؟ رفت. صح الكلام؟ عشان مش كل شويه الميه تخش له بين الاواعي وتضرب له تشطيبات الدور الايه؟ الارض. صح كده ولا ايه؟ بتعمل رفت امتى برضه؟ لما بيكون عند حضرتك اللي انت هتعمله ده خزان ميه او حمام سباحه، بتبقى الارضيه بتاعتها على طول عباره عن مين؟ عباره عن رفت. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طيب امتى بقى هستخدم الديب فاونديشن؟ ده لو انا بقى اتفقنا الاس كانت اكبر من كام؟ اكبر من البيرنج كاباستي. طب بما انك جبت سيره البيرنج كاباستي قدره تحمل الفرقه، ما تديني كده من خبرتك اللي انت شفته ايه في مصر؟ والله اللي انا شفته في مصر ان البيرنج كاباستي في مصر بتراوح ما بين 6 من 10 لثلاثة، وبلاش اقول ثلاثة، انا ما شفتش ثلاثة بصراحة، انا كان اخري 2.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، دي البيرنج كاباستي في مصر. دي مش في كود، دي من خبرة الشغل. فإذا يعني أرغبتوا إن أنتوا إيه؟ أو رغبتوا إن أنا أقول لكم حاجة. طب تعالى معايا، من 6 ل 10 لكام؟ ل 2.5. ده معناه ساعتها إيه؟ طيب بص معايا بقى. طب هتعرف إزاي البيرنج كاباستي؟ بمجرد النظر، بس لازم يكون في تقرير جس. ده انا بقول لسه قبل تقرير الجثه بالسنس كده هعرف ايه. قال لك لو المبنى بتاعك بجوار مجرى مائي كبير ساعتها البيرنج كاباستي انا متاكد هي ما بين 0.6 لل1 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. يعني البيرنج كاباستي رقم لا يذكر. وبالتالي لو مشيت جنب المجرى المائي، مش احنا عندنا في الزقازيق مثلا سيل البحر اللي بره ده، اي برج هيتبني ما ينفعش يتبني غير على خوازيق، لان انا عارف البيرنج كاباستي قليله 1. ولا انت مش معايا؟ ما تجيبش الواحد، ما تعديش الواحد واثنين كمان. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ ده معنى ساعتها انك ده الاستريس او ده البيرنج كاباستي. لما تروح تحسب الاستريس هيكون اكبر بكتير من مين؟ من البيرنج كاباستي. يبقى غصب عنك على طول بايظ. اتفقنا؟ ما احنا قلنا بنرجع للتربه، ما هو التربه انت جنب مجرى مائي يعني 100% منسوب ميه جوفيه مرتفع. يعني انت التربه من تحت مالها؟ مفيش، بروزه. خلاص كده؟ تمام. طب بص بقى. طيب بجوه على بعد كبير من المجرى المائي او التربه طينيه بجوار ارض زراعي، ده ممكن يحصل لك ولا ايه؟ يعني حوالي مثلا 500-600 متر، مش اقل من كده. خلاص ساعتها البيرنج كاباستي بتتراوح من 8 من 10 ل 1.2 من 10 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. انا بديك من خبره مش بديك من حاجه ثانيه. طب تعالى معايا. طب لو بص بقى، طب لو تربه طينيه يعني متماسكه كده وليست بجوار
مجرى مائي، يعني في الكره كده والارض هناك كده مالها اللي بعيد عن الارض الزراعيه، وفي نفس التوقيت الطلبه برضو متماسكه. دي ساعتها بتبقى في حدود من 1.2 ل 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. دي لو التربه ايه بنقول؟ الطينيه. طب لو التربه بقى رمليه، التربه في ايدك رمل بقى زي الشروق والعبور وبدر والعاشر والحاجات دي، بتراوح بين الكباستي من 1.5 ل 2.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان انا وانا باسس على تربه رمليه عارف ان البيرنج كباستي اعلى من التربه مين؟ الطينيه. وبالتالي التربه الطينيه طين كبيرنج كباستي، زفت يعني من الاخر. اتفقنا؟ طب اقل منسوب تاسيس بيعمل بيه كام؟ انك تنزل عن وش الارض سالب متر ونص. يبقى ده اقل منسوب تاسيس بنشتغل بيه بره سالب كام بنقول؟ سالب متر ونص. طب اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب سؤال بسيط، يعني معنى كده انك لما تيجي تلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا خدت تقرير جثه وطلعت معايا بيرنج كباستي 4 و5 في مصر. تقول له تعالى هلا، وتروح جايبه من قفاه كده ونازل فوقه ضرب، 4 و5 ايه؟ يعني مبني على صخر. انت متخيل قصدي ايه؟ طب في الدول العربيه، السعوديه، في مناطق في السعوديه بتبدا البيرنج كباستي فيها من 3 لحد 6. 6 دي معناها انك بتبقى عملنا مشروع قبل كده على 6 في السعوديه والله، في صخر، انا مبني على صخر. زي ان انا مثلا يعني لو جيت تقول له بامانه حط العندنا على طول على الارض، بس طبعا هناك لا لازم رفت. لو بيعمل كشك سجاير زي 6 اكتوبر كده مثلا الارضيه كلها بتبقى صخر كده، فبي بالظبط واضحه انا قصدي البيرنج كباست عاليه، فلازم بتبقى الاواعد ساعتها بعدها قليله، لازم اواعد كده كده. السؤال لسه هنتكلم فيه، ده لسه ما قلتوش. طيب صدع على سيدنا محمد بقى، هو انا مش كان معايا مشروع؟ حلو، اللي هو انهي مشروع؟ اللي هو المشروع بتاعنا اللي كنا شغالين فيه، اللي هو فين يا ترى؟ مش ده مشروعنا كده هو اللي كنا شغالين، برج اللي كنا شغالين فيه؟ ولا انا غلطان؟ دي اللوح بتاعته. طب ده كده معماري مين؟ ده معماري، ده سقف، اسف، ده سقف البدرول. طب انا كنت اتفقت معاك قبل كده لما اجي اجيب حدود الفاونيشن بجيبها منين؟ من سقف مين؟ او اسف، من معماري مين؟ البدرول، صح كده؟ طب قبل ما اروح ابص ادي معماري البدروم اهو اللي هجيب منه حدود اللبشه. طب انا عندي كام جار ما اعرفش؟ عايز تعرف عندك كام جار؟ روح بص عيد الجري في لوحه المتكرر وريح نفسك. لو جيت ابص هلاقي هنا في شبابيك، يبقى دي الواجهه، ده شارع. ما لقيتش شبابيك عليك. طيب تعال لي هنا اهو، معلش، وده ايه برضو؟ ترصات، يبقى دي واجهه. هنا مفيش اي شبابيك مفتوحه مع الحيطه دي، يبقى من غير ما يقول ده جار. وده نفس الكلام برضو، مفيش اي شبابيك مفتوحه في الجنب ده، يبقى ده برضو مين؟ جار. يبقى معنى كده في التوقيت ده انا يوم ما اعمل لبشه عارف ان عمري ما هدخل بيها سنت الناحيه دي رفرفه ولا سنت الناحيه دي، لكن مسموح لي اعمل فوق واعمل فين؟ واعمل تحت، صح الكلام ده؟ طب همشي بيها على انهي حدود؟ حدود البدروم. هو انا مش كنت عامل تحت سقف البدروم ماشي مع حدود الريتيننج وول؟ يبقى لو انا اتزود ذكي هعمل ايه؟ هروح واخد ده على بعضه كده اهو كمعمار البدروم، كابي، اسف، كانشاء البدروم، واقول له كام؟ 50. اتفقنا انا وانت فعلا ولا ما اتفقناش؟ السؤال بقى ارجع انا وانت بقى، الحاجات دي بقى والكتابات دي عندي ولا ما عنديش؟ هو انا عندي الليله دي كلها يا جماعه؟ انا عندي كاميرات يا جماعه في انا عندي كاميرات في الرفد. وانت جاي تهزر مش كده ولا ايه؟ طب انت سايب السلمين دول ليه؟ هقول لك دلوقتي حالا. تعالى معايا، انا هشيل الكلام ده، الكلام اللي قدام ده كله مش تبعنا اهو. ما دي كانت ريتيننج وول قدام مش كده ولا ايه؟ يبقى الكلام ده كله اتشال. ارجع انا بيك كده اهو ونمسح الخط ده برضه ونقول له هنا مين؟ لير بريديوس. طبعا الحديد اللي كان موجود ده انا عندي اي كلام من الكلام ده ولا ايه؟ لا دي صح؟ تمام. السؤال بقى بعد اذن حضراتكم والنبي، انا كده قبل ما اتحرك واعمل اي حاجه، دي حدود الرفد اللي انا محتاج اعمل رفرفه دلوقتي، بس استناني الاول بس، هو مش ده سلم وده سلم؟ السلم ده عشان يتصب ويتعمل الحديد بتاعه الرئيسي، هو مش المفترض ان السلم ده هيبقى طالع معاك جاي كده ولا انا بتهيألي؟ نازل على صح؟ السلم ده طالع كده من على مين؟ السلم ده ببساطه طالع من على الرفد، صح الكلام ده؟ يعني السلم ده له حديد هنا مين؟ رئيسي. يبقى طب الحديد ده يركب ازاي؟ قال لك بيطلع له اشاير هنا اهو، بيطلع له اشاير من الرفد.
الاشاير دي بعد ما بتطلع بياخدها يتنيها كده اهو عشان يركب معاها دي. بس الاشاير تطلع عند مين؟ عند اول درجه في السلم. هو انت لو تفتكر كده واحنا بنعمل سقف البدروم، مش كان السلم ده طالع من على سقف البدروم؟ كنت جيت عند اول درجه وعملت علامات الزائد دي اللي هي اشاير بعد السلم. ده معناه في التوقيت ده سلم زي ده ابدا احط اشايره منين، وهنا سلم زي ده. اللي لو مشيت اشاير بعد السلم دي فيتال ميستيك، لازم يطلع للسلم اشاير زي العمدان. هيطلع لها اشاير من مين؟ من الرف. طب اجيب مكان الاشاره دي منين؟ لازم تطلع تبص على معمار البدروم يا حلو وتشوف السلم اتجاه الصعود فين. يبقى هنا يبقى السلم اللي ناحيه الشمال الدرجه ايه؟ شمال. طب وده يمين. يبقى انا هنزل على تحت على طول جري واعمل ايه؟ هاخد الكلمه دي كابي اهي يا عم، واجي اركبها عندي هنا اهو، واخد دي كده اهو كابي، واجي هنا اشير بادي السلم. طبعا دي معتمده على المكتب والنظام اللي انت شغال بيه. احنا بنعملها علامات زائد، في ناس بتعملها دوائر دوتت، في ناس بتعملها علامتين زائد، انت حر. المهم ان في انديكيشن يقول ان هنا في مين؟ اشاير اهو. يبقى انا هاخد دي كده اهو واجيبها عندي كده. اللي انا هاخد دي بدي كابي واروح اوديها، بس فين؟ خلي بالك يمين المره دي. تسلم ايدك. اللي هنرجع بقى نعمل مين؟ لاير ايزوليت على الحاجات دي بالحاجات دي. خدت دول على بعضهم، خدت دول على بعضهم. طب السؤال، انا كده عرفت حدود الرفت وعملت اماكن الاشاير بتاعتي، صح ولا انا غلطان؟ حلو. الفكره بقى في ايه؟ محتاج اعرف تخانه الرفت دي كام. عشان نعرف تخانه الرفت دي كام يبقى لازم نركز مع بعض ونجيب مع بعض صفحه كام. نجيب مع بعض يا هندسه صفحه 238. اقل سمك لللبشه المسلحه كام بقى؟ اولا انت هتعمل لبشه مسلحه صح؟ يبقى تحتها على طول هنعمل ايه؟ فرشه نظافه مش كده؟ اللي هي تخانتها كام؟ 20 سم. ثبتها معايا 20 سم دايما وريح نفسك. لو اكبر من 20، لو اكبر من 30 هتخش معاك في التصميم. اكبر من 30، اقل من 30 بتخش معاك كما لو كانت فرشه نظافه. اقول تاني الكلام ده ولا اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب اتفقنا. طب ناخد سمكها كام؟ انا لسه ما كملتش، انا لسه ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه في الرفرفه. انا لسه ما عملتش حاجه في الرفرفه ولا جيت ناحيتها. اقل سمك لللبشه كام؟ عمليا اقل سمك لللبشه هو 80 سم زي ما انا كاتب لك في الملاحظه الاولى. يبقى ده مينيمم كسمك لمين؟ لللبشه، اللي هو كام اقول؟ ال 80 سم. يبقى ده مينيمم كسمك، صح الكلام؟ اللي من بعد ال 80 سم، 80 سم دي لحد كام دور؟ 7-8 ادوار. اللي من بعدها في ناس ماشيه بقاعده بتقول لك كل دورين زياده هتزود لهم 10 سم فوق ال 80. يبقى لحد 7 أو 8 ادوار. ومن بعد الرقم ده كل دورين زياده هتزود لها انت كام؟ 10 سم في الرفت. وفي ناس ثانيه ماشيه بمبدا ثاني. ايه هو المبدا الثاني؟ مينيمم الرفت كام؟ 80 زي ما قلنا، وكل دور ب 10 سم من الرفت اجمالا. ده معناه ساعتها انا 12 دور، يبقى هعملها كام لو انا مشيت بالاسلوب ده؟ 120 سم. طب انت من حقك بقى تعمل رفرفه قد ايه؟ الرفرفه دايما ما تزيدش عن تخانه القعده اللي انت بتعملها. يعني انا كده عامل القعده العاديه مسلحه كام؟ 120. طب هو مش دي كده المفترض الخط ده كده بقى من الجنب هو حد اللبشه؟ هل ينفع ازود رفرفه؟ مش هينفع. يبقى لا شمال ولا يمين، لكن ينفع فوق ومين؟ يبقى هعمل اوفست متر 20 من هنا لفوق. انتوا معايا ولا مش معايا؟ وارجع من هنا اوفست متر 20 لفين؟ لتحت. واجي اروح عامل فيلت للخط ده مع الخط اللي هناك ده. يبقى انا كده بحدد مين؟ حدود انهي؟ اللبشه المسلحه، صح الكلام ده؟ هنرجع ورا فيلت للخط ده مع ده. وارجع فيلت لدي مع ده. حضرتك لا، حسب تشيك البنش بقى اللي بيتعمل هناك. واضح؟ طب صلي على سيدنا محمد بقى. بصوا معايا لو سمحتوا، ما الكلام ده كله على فكره انا لحد دلوقتي بقول هعمل رفت، لكن ما عرفتش هعملها رفت ولا بايلز ولا ايزوليتد ولا ولا ولا. ما لازم نتشيك اللي على السبوره يتعمل. ان هقسم الفرصه على مين؟ على الاريا. اديني ثواني
كمل معايا بس. طيب دي كده حدود المسلحه، انت قلت العاديه هتعملها تحتها كام؟ يبقى الرفرفه من المسلحه العاديه برضو كام؟ يبقى راح عامل اوفست 20 سنتي من الخط ده واخرج بره، ومن الخط ده واخرج بره. طب ليه ما بتعملش اي حاجه هنا؟ لان هنا الريتيننج وول واللبشه المسلحه واللبشه العاديه الثلاثه خط واحد، لان هما في جار، وبالتالي هنا هروح موصل الخط ده من هنا لهنا، وارجع اوصل الخط ده من هنا لهنا. تمام، دول كده على بعض اهم. هديهم تخانك، هديهم لون ايه؟ معلش لون اصفر، ولا انتوا مش معايا؟ مش دي عاديه ولا ايه؟ يبقى العاديه عندنا بنديها لون مين؟ اصفر. نبدا بقى نشتغل فاونديشن بقى. طب تعالى معايا اهي، وهاخد الخط ده برضو اركب هنا، واخد الخط ده اهو واركب هنا، صح؟ واعمل ماتش برضو من دي. ما تستهونش بحوار انك تدي تخانات للالوان والكلام ده. طب احنا ظبطنا دي. بعد ما عملت الكلام ده بقى، انت كده جبت مين؟ اللبشه المسلحه. طب مساحتها كام؟ علشان دي اللي هستخدمها وانا بحسب قانون مين؟ الاستريس بيساوي الفرصه على الايه؟ على الاريا. طب اجيب المساحه منين؟ هقول لك بكل بساطه. تعالى يا باشا، باشا هنعمل بولي لاين، واروح جاي ضاغط عند النقطه دي، واجي اديله ويتس بوينت 1، وادوس مسطره مرتين، وامشي على مين يا جدعان؟ وامشي على الحد الخارجي اهو بتاع اللبشه. مين؟ بتاع اللبشه المسلحه اهو. هنيجي من هنا ونكمل بدي لحد هنا اهي، واخد من دي واوصل بيها لحد فين؟ لما اقفل على نفس النقطه كاند بوينت، اخد دي بقى موف بره اهي. كام؟ ال 50، صح كده؟ اخد دي بامر مين؟ لسه طلعت الاريا دي بكام؟ 572. يبقى المقام بتاعي في معدتي دلوقتي طبقا لمشروعي 572 متر مربع، ولا انا غلطان؟ ينقصت لسه فوق مين؟ الفرس ده اللي هو وزن مين؟ المبنى. اجيبه منين؟ اللي هو انهي اكسل؟ ايوه بتاع الكتاب؟ اكسل لحد الوزن الكتاب. تفيت المستيك انك تقول ليه؟ وزن المبنى اللي كنا حسبناه عشان نجيب منه فرص الزلزال بتاع الكتاب ده كان مبني على ايه؟ ده كان مبني على، اوعى تنسى دي والنبي، كان مبني على انه واخد في اعتباره ديد وكفر وول ربع اللايف لود السكني، نص اللايف لود التجاري، وانا لما باخد مين؟ الحمل كامل. يبقى هجيبها من انهي شيت اكسل؟ فاكر شيت الاكسل يا معلم اللي كنا عملنا بيه المحاور والاعمده من على السيف؟ بس اهو ادي شيت الاكسل اللي كنا عاملين بيه المحاور والاعمده من على السيف. باخد العمود اللي هو الرياكشن التوتال بتاع كل الادوار. خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ اللي انا حاطط بيه دلوقتي فيه مين؟ الكور والشرول والاعمده، العمود الكل ده. هقف هنا اهو تحت، واجي من هنا واقول له مين؟ ركز، اوتو سم. راح تطلع الحمل بكام قدامك؟ 12000 طن 875، ولا انا غلطان؟ بس خلي بالك المعدل اللي على السبوره وركينج، يبقى الرقم ده الاول هتقول انه بيساوي الرقم ده على كام الاول؟ على 1.5، يبقى ده الوزن بتاعك. خلي بالك تقول لي طب ما هو طلع 8000 زي اللي كان طالع من بتاع الكتاب. بتاع الكتاب اللي كان هناك كان التيميت ده كده اهو 8000 وركينج. فهمت انا قصدي ايه؟ واضحه؟ تمام. طب استناني كده، وزن المبنى فين؟ وزن الاساسات. وزن الرفت المسلحه كام؟ لو خدت المسلحه مثلا في اعتبار هاخدها كام؟ هي مش مساحتها 572، لما تضربها في التخانه المتر 20 كده جبت الحجم في 2.5 كثافه الخرسانه، يبقى خلصت. يبقى اروح جاي كاتب كده اهو بتساوي ال 572 في 1.2 في كام؟ في 2.5، ده طلعت لوحدها 1700 طن. اللي انا ساعتها الحمل بتاعي الكلي هيساوي كام؟ الرقم ده زائد الرقم ده، ده الوزن الكلي. الاس بقى اللي هو الاستريس هيساوي كام؟ الرقم ده على كام؟
على 572 طلعت بكام؟ 18 طن على المتر المربع. الراجل كان مديلك البنك بس التبريد كام؟ يبقى انا كده اشتغلت كما لو كنت شالو فاونديشن. طب شالو فاونديشن ايزوليتد ولا رفت؟ ارجع احسب تلتين البيرنج كاباستي، تلتين العشرين كام؟ يعني حوالي 13.5. طب انا كده اكبر من التلتين واقل من البيرنج كاباستي، يبقى انا كده غصب عني انا وانت مين؟ طب لو كانت اكبر زي تشتغل على مين؟ رفت اون بايل او بايل كاب، دي حاجه ترجع لك. فهمتوا قصدي ايه ولا ما فهمتونيش؟ طب في التوقيت ده بقى بنعمل الرفت دي على مين؟ على برنامج السيف. هرجع سيف. طب عشان اروح السيف اولا كده هعمل ايه؟ هطلع انا وانت الاول على الايتاب. هو انا بقى مش كل عمود له رياكشن؟ نتيجه مين بقى؟ صح صح، زلازل واحمال فيرتيكال. الزلازل اللي هي الكارثه بقى، ما انا لازم اخد الزلازل في اعتباري وانا بصمم مين؟ اللبشه. طب في التوقيت ده بقى عايز اصدر اللبشه للايتاب، اسف للسيف، اوديها ازاي؟ تعال بص معايا ثواني كده، الاول هقول لك على حته جميله، امتدادات البرامج. برنامج الساب، برنامج الساب امتداد الفايل بتاعه .sdb، ده اللي انت بتدور عليه دايما. هو الساب لما بيحل او السيف او الايتاب، معلش ثواني، ده الساب صح؟ طب تعال لو انت ايتابس، امتداد الايتابس ايه؟ .edb. لو انت سيف، امتداد السيف .fdb. لو انت بتنقل من ايتابس رايح سيف، امتدادك .f2k. طب انا دلوقتي موديل الكتاب بتاعي خلصته صح ولا انا غلطان؟ وعايز ابعته لواحد زميلي على النت، تروح تبص على الفايل اللي فيه الموديل تلقاه 1 جيجا، ما هو بينزل بالحل. طب انت تعمل ايه؟ موديل الكتاب على بعضه شاكب راكب في مشروعك، ما هو الا عباره عن الحته اللي هوريها لك دي يا باشمهندس. هو ده موديل الكتاب اللي احنا كنا عاملينه صح كده؟ فين؟ كل الحاجات دي بالكامل فركش، اللي انت عايزه هو ده اللي هو امتداده هنا مكتوب اسم مين؟ اي دي بي. اللي انت لو مسحت كل الموجود وسبت ده، هو ده موديل الكتاب بتاعك. اللي انت لو حبيت في اي لحظه تعمل له رن، ما تخش على الكتاب وتعمل رن تاني. عشان كده دايما بديكم ملفات دايما. في ناس بتيجي تقول لي ده بتديني ملف من غير حل، وهتعمل ايه بالحل؟ ما انا هنزل لك الملف جيجا ليه؟ ما تاخده 2 ميجا وبحل انت في البيت. ده رن جوه البرنامج. وضحت ولا مش وضحت؟ طب تعالى عشان انقل من الكتاب اروح مين؟ السيف. بروح ازاي؟ بطلع على قائمة فايل ثم اكسبورت. اكسبورت مين؟ اقرا الجملة اهي. ستوري اس كام؟ فيرجن 12، سيف فيرجن 12، الامتداد ايه؟ F2K. شفناها ولا ما شفناهاش؟ هروح ضاغط على دي. خلي بالك بقى، السيف احنا اتفقنا شغال ايه السيف؟ بلاطات. يعني ما بياخدش منك كاميرات لوحدها ولا أعمدة، ده بياخد الدور على بعضه. طب لو انت عايز ترجع بالادوار دي بقى حطها على السيف، وتصمم بقى نتيجه قطعات الاعمده الحقيقيه دي بقى، وتشوف المومنت في البلاطه بكام بجد، يعني تعمل ريديزاين للبلاطه عشان ممكن يحصل عندك ايه؟ بعض الحاجات الثانيه المتغيره زي تشيك البانش والكلام ده كله، يبقى انا اقدر اخد الكلام ده. بس ثواني، جايب من البيز لحد الدور الكام؟ 12. اللي انا لو حبيت اودي اي بلاطه من الكتاب تروح السيف، اختار انهي اختيار من الاثنين اللي تحت دول؟ export floor loads only ولا export floor loads and loads from above؟ السؤال هو احنا البلاطه اللي احنا قاعدين عليها تشعر بحمل البلاطه اللي فوقنا ولا بحملها هي بس؟ لا بس. يبقى وانت رايح تودي اي دور للكتاب من الكتاب للسيف توديه وانت مختار انهي اختيار؟ export floor loads only. لكن لو انا بقى رايح اودي الرفت البيز، انا بصراحه عايزها بايه؟ بوزن المبنى كله، مش ده اللي شايل كل حاجه تحته ولا ايه؟ تمام، يبقى اختار انهي اختيار؟ الثاني. اكسبورت فلو لودز اند لودز فروم مين؟ اسمع، اباف. هقول الكلام تاني ولا فهمنا؟ طب حلو، نتيجه انهي حالات تحميل؟ قول دول كلهم. اوكي، عشان اخد في اعتبار الزلازل وكله. طب تمام، نتيجه انهي لود كومباينيشنز؟ المفروض الالتيميت وال16 ايه؟
وديهم مش هيروحوا. السيف ما بيستقبلش من الاتاب حالات التاك كومباينيشن. ده معناه انك لازم تيجي بايدك على السيف وتعمل مين؟ 17 حاله تحميل تاني. تبص لي وتضحك تقول لك وانا عمري سبتك؟ مش هسيبك. طب عدي لي دي. يعني وديتها ما وديتهاش مش فارقه معايا. طب انا هقول له كده وخلاص واقول له مين معلش؟ اوكي. هطلع انا على مين بقى؟ على حصه النهارده، مش احنا 13؟ 13 الرافت موديل. هدخل جوه هنا واسميها مين بايدي؟ رافت، واقول له مين؟ سيف. وعلشان اللود كومباينيشن ما بتروحش من الاتاب للسيف، هتعمل انت ايه؟ هتاخدهم بايديك. ازاي؟ هنطلع على قائمه فايل ثم اكسبورت. اكسبورت مين؟ تيبلز تو مين؟ تو اكسل. ونيجي من هنا اهو من الاناليسز اللود ايه؟ كومباينيشنز. نقول له لود مين؟ كومباينيشنز. اوبن فايل افتر اكسبورت. اوكي. في ايه الكلام ده؟ انا كده جوه الرافت مولد بتاعتي اهي، هودي شيت اكسل اسمه ايه انا وانتو؟ ايتابس. واروح جاي قايل له مين؟ طبعا هيعمل شيت اكسل ويفتحه. اهو يا باشا، اهو يا كبير، بيج لي اوت، شيت رايت تو ليفت. ايه الحالات دي؟ كل شغلك كامل اهو، ولا انت مش معايا؟ طب خلي لي ده على جنب وانزل بيه. طب انا بقى عشان اروح السيف، هو انا هروح بالرياكشنات من غير دي اكس اف؟ لازم معايا دي اكس اف. طب الدي اكس اف اللي هعمله للرافت دلوقتي، اوعى تنسى دي بقى، هعمله ازاي؟ اروح اعمل دي اكس اف للرافت جديد؟ لا، لازم الدي اكس اف للرافت يكون نفس الدي اكس اف اللي انت مدخله في الايتابس. ليه؟ انت لما صدرت دلوقتي الرياكشنات من الايتابس راحت للسيف، مش راحت عند نفس احداثيات النقاط دي من الاكس واي اللي هي صفر وصفر. يبقى وانا رايح اعمل دي اكس اف الكتاب بتاع الرف، اسف، دي اكس اف السيف بتاع الرف، مش هياخد منك 5 دقائق. ليه؟ انك هتروح تفتح انهي دي اكس اف؟ اللي انت كنت موديه شخصيا لمين؟ للكتاب، وتعدل فيه. تعال نشوف مع بعض، تعال نشوف مع بعض. صلي على سيدنا محمد. اطلع انا وانت على مين؟ على حصه النهارده، اتفقنا صح؟ اهو ده كده مين؟ انا اهو. ايه الشيت ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاول سلابس دي؟ دي لو بتفتكروا دي اللي كنت عامل منها مودلز الاتاب كامله. هو ده اللي انا عايزه. اللي انا هعمل منه مين؟ الرفت. بس ممنوع انقله عند الصفر وصفر تتغير عندي. يعني عايز احافظ على اماكن مين من الاخر وانا بعمل هنا دلوقتي؟ اماكن الاعمده والكون والشول كله في مكانه. والرفت بقى زادت قلت انت ونصيبك. السؤال اللي عايز اساله، في كان المفروض واحد يسال سؤال يقول لي انت ليه عملت رفرفه لللبشه؟ مش دي خرسانه زياده كده؟ ولا انا غلطان؟ الرفرفه يا جماعه اللي كانت هنا واللي كانت هنا ليه؟ رقم واحد عشان بنش الاعمده الخارجيه. رقم اتنين، الرفرفه دي لما زادت عملت ايه في المعادله؟ زودت المساحه اللي كانت في المقام، وبالتالي هتقلل مين؟ يبقى معنى كده الرفرفه ممكن لوحدها تخليك تطلع من بايلز تبقى مين؟ رافت بس. لان الاستريس ساعتها ممكن يقل عن مين؟ عن البيرنج كاباستي. انتوا فهمتوا انا قصدي ايه؟ يعني لها اكتر من فايده من غير ما تشعر. طب في التوقيت ده بقى دلوقتي لازم ده هو اللي يروح على مين؟ على السيف. طب هعمل الدي اكس اف ازاي؟ خلي بالك بقى، ده سقف البدروم اللي عليه العمدان الحقيقيه. ولا انا غلطان؟ تمام. اللي انا هختار منه بقى مين؟ قطاعات الاعمده ومعاها مين كمان؟ الريتيننج وول. هاخد دول على بعض اهم، كنترول سي، واطلع انا وانت على مين؟ على دي كده، واقول له كنترول في وانزل بدي كده. ما انا عايز بقى اعمل من دي، ولا انا غلطان؟ السؤال هتعمل ايه؟ هتروح جاي بهنا اهو، اكيد واخدين بالك انا هعمل ايه؟ فاهمين انا هعمل ايه؟ 50. واروح جاي واخد دي كده على بعضها واقول له موف. من انهي نقطه يا فنان؟ من وتركب فينا فنان؟ تركب هنا، صح الكلام. بس السؤال بقى، السؤال اللي بيستعرض نفسه، هل انا الحاجات دي كلها عندي؟ امال هتعمل ايه؟ اولا هنسيف ده، هنسميه ايه انا وانتو؟ درفت. واروح جاي هنا اهو قايل له اوتوكاد مين؟ 2000 دي اكس اف، واقول له سيف. كلام جميل. السؤال بقى، عارفين هعمل ايه؟ هطفي الريجيد
وطف الاعمده، لان دول اللي يهموني وانا داخل عشان خاطرهم الدي اكس اف ده في مكانهم، واروح دايس بره كده. الليله دي على بعضها بقى كمرات ببلاطات بفتحات، كل ده ما يلزمنيش ديليت. ولا انتوا مش معايا؟ لا انتوا معايا. ارجع ليا البريفيوس واعمل ايه؟ اروح مشغل كده تاني، اروح اجيب انا وانتوا بقى مين؟ مجموعه الشير وورز بتاعتي ده اهي. ادي الشير وورز بتاعتي دي كلها بالكامل اهي. خدتها بالكامل ده بده بده بده. كوبي وامشي الكام؟ ال 50. ركبوا هناك على مين؟ على الريجل. بس انا اللي يهمني بقى اظبط الريجل هو اللي يمشي مع القطاع ولا القطاع اللي يمشي مع الريجل؟ القطاع اللي يمشي مع الريجل، لان الريجل ده هو اللي دخل للكتاب. الله ينور عليك. يبقى هعمل ايه ساعتها؟ هروح واخد القطاع ده وموف ومركب على نص الريجل كده. معايا ولا مش معايا؟ طب ده تقريبا ده مظبوط صح؟ طب ده اهو شيك عليه مظبوط. طب ده متنيل، يبقى هيتاخد من هنا يركب هنا صح؟ طب اللي في النص ده لا مش مظبوط. بص واخدين بالكم اكيد في فرق من النقطه دي للنقطه دي، حولته بموف. اطلع فوق، الاثنين دول مظبوطين لان دول اصلا انا كنت ظابط منهم. طب ده لا، يبقى هاخد دي موف من النقطه دي واركب فين؟ واركب هنا. الاخ ده يا باشا الاخ ده احلى حاجه. بص بقى ظبطهم لي كده، والاضافات دي هنظبطها مع بعض انا وانت اهو عشان نطلع نعمل انا وانت ايه من فوق ستريتش دي وادخل بيها مين. يعني انا عايز اشكل يا جماعه الريتيننج الشير وول اللي داخله دي تمشي بالظبط مع مين؟ مع الريجيد اللي انت مركبه. هاخد ده موف من هنا اركب فين برضه؟ ده موف من النص اهو ونركب هنا، ونفس الكلام موف لده من النص اهو ونركب فين؟ ونركب هنا. نفس الكلام موف لده اهو اركب هنا، واخد ده موف من هنا ونركب هنا. ترجع بقى تعمل مين؟ تشغل الاسترتش اهو. علشان انا كنت مظبط مع الكاميرات. راجع ديكس اف الكتاب هتلاقيني كنت مظبط مع الكاميرات. ايه هندسه تمام كده؟ بعد اذنك بقى حبيبي هترجع ليا الايزوليت على مين؟ على الريجيد. تعمل ايه في مجموعه الريجيدز دول؟ ديليت. وارجع ليا البريفيوس لان انا كده جبت الشير وول بتاعتي كامله. ناقصني لسه اعمل مين بقى؟ الريتيننج الشير وول. لا الرفت، مفيش ريتيننج وول هندخلها، هنعمل الرفت. طب هعمل الرفت ازاي؟ حدودها مش ده الحد بتاعها ولا انا غلطان؟ بالخط ده، بالخط اللي هنا ده، بالخط ده. كابل دول كلهم واتحرك الكام؟ ال 50. رحت اركب هناك فوجئت بكارثه. انت واخد بالك الخط ده جه فين؟ يبقى ده عشان الحركه دي. طب هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ لان انت العمدان الطرفيه في دي اكس اف الايتاب كنت مظبطها في نص الكاميرا، فكانت طالعه ظابطه في نقطه، فكانت طالعه بره. طب انت تعمل ايه في الحته دي دلوقتي؟ معلش الخط ده يتاخد لحد لما يظبط مع فوق وتحت. هاخد ده فيلد ده كده مع ده. ها لا لسه، يبقى حته كمان بره لما يظبط مع العمدان كلها. لحد ما يظبط معاك مع العمدان كلها. طب الخط ده هتعمل فيه ايه برضو؟ معلش اهو بره كده شويه، فلت يمين لدي مع دي، وبعدين فلت يمين لدي مع دي تحت، متظبط. بص بقى هنرجع نعمل ايه؟ هاخد دول بالكامل كده واقول له بقى بالسلامه ديليت. واضح الكلام؟ فلت يمين بقى لده مع ده، واعمل ايه؟ الاربع خطوط دول اسحبهم بره كده موف كام؟ موف 50، واعمل فيهم ايه؟ باوندري. اروح جايب هعملها في 22، فيها مشكله؟ خليكم فاكرينها باوندري اهو. ضغطت جوه، هاخد الباوندري ده وارجعه موف الكام؟ موف اهو ال 50، واطفي دي كده. يبقى انا كده خلصت الديك سيف. فنان بقى يقول لي ده كده مش مظبوط عند الصيف، ممنوع كده اخرج. يعني العمدان بالشير وول متظبطه في الاماكن دي بالظبط، ما تتحركش. عشان اقول له انا من فوق مين؟ سيف. وبعد ما سيفت اطفي ده واروح انا وانت بقى
نفتح مين؟ موديل مين؟ نفتح برنامج السيف. انزل ده كده، وادي السيف بتاع حضرتك عندنا اهو. تعال نفتحه مع بعض من على الديسكتوب. ادي برنامج السيف. الحاجات ديت لا تذكر عشان بس ما يكونش العمود بره بل الرفت، يبقى كده غلط. واضح السؤال بقى؟ انا كده دخلت على مين؟ على برنامج السيف. عايزين نستورد شغلنا بقى. هنستورد ازاي؟ هطلع من نيو عادي خالص اهو، نيو عادي خالص، واقول له مين؟ بلانك. واطلع من قائمه فايل، ما تظبطش حاجه غير لما تستورد. من قائمه فايل هقول له ايه؟ امبورت. امبورت مين؟ سيف اف 2K، مش انا كنت مسميه سيف اف 2K؟ من الاخر بقى جميع الاطراف هتتقابل في السيف. الرياكشنات اللي انت جايبها من الايتاب مع الديك سيف اللي جاي من الاوتوكاد، الاثنين يركبوا على بعض في السيف. هقول تاني ولا انتوا فهمتوا؟ تمام. يبقى سيف اف 2K كل اللي هعمله هطلع على مين بعد اذن حضراتكم؟ على حصه مين؟ على حصه النهارده، صح كده؟ تمام. احنا في كام؟ 13. رفت ايه موديل كان اسمه رفت مين؟ اف 2K. اقول له اوبن. انت مش حاسس بحاجه، هقول لك على حاجه حلوه. اطلع بس ظبط مين الخلفيه، ربنا يديك اهو بلاك، وهقول له اوكي. وارجع من هنا اهو، هنغير مين؟ الوحدات. طب انت ليه عملتهم بعد ما استوردت؟ عشان لو عملت الحاجات دي قبل ما استورد هيبوظوا تاني. فاسمع مني وخد. تمام. هاجي كونسيستنت يونتس، واروح جاي من هنا قايل له طن متر سليزياس، واقول له اوكي، واقول له اوكي. التسطيره اللي قرفاني وقرفاك هوريزون، هنعمل فيها ايه؟ هنشيلها. انت واخدي بالك من المنظر ده؟ ايه المنظر ده؟ اللي انت لو جيت اخترت كده، ده عند كل شير وول مديك نقطتين. طب وعند كل عمود فيه نقطه. اللي انت لو وقفت عند النقطه دي كليك يمين، وجيت اتفرجت على اللودز، ده هيستوري اللودز بالكامل كزلازل ورياح، حتى لو في رياح وكمين كفيرتيكال لود اللي جاي نتيجه مين؟ اللي جاي نتيجه اللاترال عندك، او جاي نتيجه الكتاب شخصيا. طب انا دلوقتي كده منتظر اعمل ايه؟ هجيب الدي اكس اف. اجيب الدي اكس اف منين؟ فايل امبورت، بس المره دي ها دي اكس اف دي الشغل بتاعي العادي. دي اكس اف دي دبليو جي اركتشرال بلان. ادخل من هنا اختار مين؟ رافت، واقول له اوبن. اهم حاجه على الاطلاق الكاد درونج يونت متر، واقول له اوكي. كده دخل بمين الفنان؟ دي اكس اف. السؤال بقى اللي عايز اقوله، لو جيت ضربت عينك هنا، بص يا باشا، بص يا باشا. طب هو العمود ده انا مش فاهم حاجه. بص اختار العمود كده باللير اللي جواه، ايه اللي حصل؟ ده النقطه النص دي، ده بوينت العمود اللي راكب على نصه. ايه اللي ظبط الظبطه بنت اللذينه دي؟ ان انا عامل دي اكس اف السيف من دي اكس اف الايتاب بنفس احداثيات الاعمده والكور والشير وول، لم تتغير عن مكانها بالنسبه لصفر وصفر الاوتوكاد. هقول تاني، طب انا كده محتاج اعمل ايه انا وانتوا بقى؟ كده محتاجين مع بعض نعمل الرفت بقى، صح؟ تمام. عند قطاعات الاعمده، ودي الكارثه، فممنوع منعا باتا. هو الاستريس مش بيساوي فورس على اريا؟ لما اروح انزل فورس العمود على نقطه، كده العمود ده نازل كاريا على مين؟ نقطه، يعني الاستريس اتفرج. فده معناه ساعتها بنعمل ايه؟ بنيجي عند مكان العمود في الايتابس، وبنعمل السيف، وبنعمل قطاع اسمه ستيف سيكشن. القطاع ده اول ما بينزل عليه الحمل بينزل على البطن شخصيا، بيبدا بينزل بمين؟ واحد لواحد تحت مع مين؟ مع الرفت. فالحمل يتوزع على مساحه مين؟ كبيره، فما تلاقيش المومنت عندك رقم وقدره ساعتها بقى. واضحه انا قصدي ايه؟ يبقى ده معناه ساعتها هطلع انا وانت على برنامج ده، واعمل ديفاين سلاب بروبرتيز، اد نيو سلاب. هنعمل بلاطتين، البلاطه الاولى هنسميها مين؟ الكولم، صح؟ نوعها ايه؟ قلت ستيف اللي هو تخانته كام؟ متر، واقول له اوكي. هطلع اعمل اد نيو الثانيه اللي هي مين؟ الرفت، وكام تخانتها كانت الرفت معاك؟ متر 20، تمام كده؟ ونوعها من هنا مين؟ مات فاونديشن، يعني رفت. هو بيتعمل كده جساء متر عشان يتناسب مع دبس الرفت، عشان لو الستيف ده كان معمول مثلا في بلاطه بيتعمل 10 سم،
لان تخانه البلاطه صغيره فبيتناسب مع التخانه اللي هو اتحط فيها. وتحط اكمل اقول له اوكي واطلع اقول له اوكي. عايزين نرسم بقى الكلام ده هيترسم في ثانيه. انت عارف ازاي؟ هروح طالع اديك انا وانت كده اهو ببساطه من اوبشنز، ثم هقول له هنا ايه؟ ارشتكت بلان اوبشنز دي سيلكت. نرسم الاعمده الاول، يبقى هنفتح لير مين؟ الكولمز، واقول له اوكي واختار نوع البلاطه اللي هو درو كويك سلاب دي. واجي هنا بدل ما هي جريد اقول له ارشتكت مين؟ ارشتكت لايرز. واجي هنا الاعمده صح؟ اهي اهي كولم مش رفت كولم. كل اللي هتعمله هتعمل زوم بس كده، تسلم ايدك خلص عملهم كلهم. طب هم ليه اتعملوا كلهم؟ اتعملوا سواء كور او شير وول او اعمده بتعمل كلها بالمنظر ده، ولازم تكون رايحه الحاجات دي كلها ايه برضو باوندري. مفيش ولا بتاع منهم متفجر كخطوط، اوعى تنسى دي والنبي. تمام، اروح ارسم الرفت. ارسمها ازاي؟ اختار دي برضو واقول له هنا مين، وبعدين دي سيلكت واجيب البلاطه السلاب كام؟ ل 22 واقول له اوكي. جاب لي 22 بره اهي. اجي من هنا اقول له ايه الاول؟ رفت. كل اللي هعمله زوم مش اكتر كده. رسم الرفت ورسم مين؟ ورسم العمدان والكور والشيب. صح الكلام؟ علشان تطلع انت بقى تحط مين؟ البرنكباستي. مش في برنكباستي هنا 20؟ ده لا بقى له قانون، دي حاجه اسمها على البرنامج سويل بروبرتيز. السويل بروبرتيز بتاعت حضرتك دي عباره عن ايه بقى؟ في حاجه اسمها الكي بنسميها الصب جريد. دي بتساوي كام؟ دي بتساوي البيرنج كاباستي بتاعت حضرتك، بس دي بالطن على المتر المربع مضروبه فيه من 100 ل 120. اللي احنا هنظبط نفسنا نضربها في كام؟ في 100، ونظبط نفسنا دايما. يبقى هطلع اعمل ايه؟ هروح ده رد الفعل بتاع الطبه من تحت. هروح مختار اللبشه كده، هختار اللبشه كده واطلع على قائمه الساين، ثم سبورت داتا حاجه اسمها سويل اهي. سويل ايه؟ بروبرتيز. وادخل جوه اقول له اد نيو بروبرتيز. واجي هنا هسميها انا وانت وليكن مين؟ رفت. واجي هنا ادي له مين؟ السب جريد مودرس اللي انا قلت عليه. كام قيمته؟ 20 في 100 يبقى بكام؟ ب 2000. ممنوع الرقم ده يتحط سالب على الاطلاق لان انت كومبريسبل لفوق. تمام. خلي بالك بقى تشتغل على ان النون لينير بتاعك بقى كومبريشن مين؟ اونلي. واروح جاي قايل له اوكي واطلع اقول له اوكي. كده هتلاقيه عمل كما لو كان سبورتات على حدود مين؟ اللبشه بره كده. شو اند فورم تشين. السؤال بقى اللي انا عايز اقوله، انا واقف كمبنى كده دلوقتي صح؟ ولا انا غلطان؟ طب انت واقف كمبنى لما بيجي لك الزلزال، مش الزلزال بيحركك وبيلفك؟ طب انا عايز لما اجي اتحرك المبنى يتحرك، انما الاساسات تحت ثابته. للاسف البرنامج هيحرك الاساسات الاخرى. طب انا عايز الاساسات تمنع الحركه في مين؟ في اكس واي. لكن زد ما ينفعش تمنع الحركه لان انت على تربه، والتربه كومبريسبل تحت. فده معناه ساعتها علشان اعمل الحركه دي بكل بساطه هروح جاي مختار النقطه دي على الدياجونال والنقطه دي على الدياجونال بره. انتوا معايا؟ واطلع على قائمه الساين في السيف واقول له سبورت داتا ها بوينت ريسترين، وندي له سبورت يمنع الحركه في مين؟ لكن ما يمنعش في مين؟ في زد. واروح جاي قايل له اوكي. اول ما اعمل كده واجي اتفرج في ال 3 دي هتلاقيه عامل سبورت كده عامل زي الانفيت كده، شايف؟ حاجه بالمنظر ده. يبقى السبورت ده مسؤول انه يمنع الحركه في مين؟ لكن ممنوع انه يلمس مين؟ يلمس الزد. على الوضع ده انت كده تكاد تكون خلصت. ارجع اكس واي اللي انا هطلع بيك على مين تاني؟ ران اوتوماتيك سلاب مش مين؟ اوبشن. واخلي دي بكام؟ بنص عشان ما ياخدش وقت في الحل بس قدام انا وانت دلوقتي. معايا ولا ايه؟ تمام. هروح جاي قايل له اوكي. كده في التوقيت ده هروح اقول له مين؟ ها؟ ران يبدا يحل. الفكره ان انت ما اتصرفتش لسه في اللود كومباينيشنز اللي هتصمم بيها، ولا انت مش معايا؟ طب تعالى بس بص معايا الحبه انا هعملها مع السبوره دول. تعالى يا باشا، مفترض انه خلص حل صح؟ لو رحت اتفرج معاك على اللود كومباينيشنز اللي هو عاملها جوه، تصدق في لود كومباينيشنز حلوه اهي، دي كلها تخريف يا معلم. لو فتحت اي واحده من دول موديفاي بص مديك الزل مديك الدد مع الزلزال.
هو اللي كان بيتعامل مع الزلزال مين؟ ديد لود كومباينيشن، مش كده ولا ايه؟ يعني الحالات دي كلها مالها يا جدعان؟ خرف. طب الحل ايه؟ اقول لك على حاجه حلوه، هروح جاي مختار من الحاله دي لحد بالشيفت لحد الحاله دي. لا هو مش هجيبهم بالشيفت، انا هقعد اعمل ديليت كده هيمسحهم كاملين اهو، واسيب كام حاله من الحالات؟ واحده بس، لازم تسيب واحده بس وتقول له اوكي وتقول له يس وتخرج. نفك الحل انا وانت واقول له يس. عشان اجيب بقى الحالات اللي في الكتاب هناك احطها هنا اعمل ايه؟ بدل ما اقعد اعملهم في نص ساعه تاني هطلع على قائمه فايل، ثم هنا اهو اكسبورت. اكسبورت مين؟ اقرا معايا كده، اكسل شيت اكسل اللي يتصدر من مين؟ من الديزاين ديتا، لا من الديفينيشنز، اللود ديفينيشن، اللود مين؟ كومباينيشنز. واروح جاي قايل له يا اولاد اوكي، ده كده شيت اكسل هيطلع من هنا، انا هوديه في نفس الفايل هناك هسميه انا وانتو مين؟ سيف. فيها مشكله؟ هروح جاي قايل له سيفهولي زي العسل، سيفهولك هناك. خلي بالك بقى انا لو طلعت هناك بقى عشان اعمل الحل بتاع الكلام ده، انا رفت موديل صح؟ عندي كام شيت اكسل دلوقتي؟ اتنين، بتاع الاتاب وبتاع مين؟ سيف. هفتح بتاع السيف ده بقى اللي هو فيه كام حاله واحده؟ الحاله الواحده اللي كنت سايبها انت. هروح طالع من هنا اهو على بيج لي اوت واقول له شيت رايت تو ليفت عشان اخد دول كده بالكامل واقول له ايه؟ ديليت. واطلع على الشيت الثاني اللي هو بتاع مين؟ الاتابس، مش كده؟ هعمل ايه؟ هاخد المجموعه دي كده على بعضها بالكامل اهم واقول له كنترول سي، اطلع الشيت بتاع الايه؟ اللي السيف، وكليك يمين واقول له بيست، كده نزل بيهم. اسيف ده كده، حلو الكلام؟ واطفيه. طفيته يا باشا؟ طفيته يا باشا. ترجع تعمل ايه بقى في الايه؟ في السيف، ترجع السيف. ديفاين لود كومباينيشنز، الحاله اللي كانت معموله تعمل لها ديليت الاول وتقول اوكي. وترجع من قائمه فايل امبورت المره دي، امبورت مين؟ اكسل. اد انتو اكزيستنج موديل، للموديل اللي انا فاتحه. واروح جاي قايل له اوكي. اختاره اسمه ايه بقى؟ سيف. واروح جاي قايل له اوبن. هياخد منك بالظبط ظرف دقيقه او اقل ويطلع لك رساله وتختار منها الاختيار اللي هو ضم. ده معناه ساعتها ضم تحت خالص اهي. تمام كده؟ اخترنا ضم. اول ما اطلع معاك بقى على قائمه ديفاين يا معلم، لود كومباينيشنز يا سقط. الحمد لله على السلامه. كله نزل معاك زي ما انت عايز. كل حاله بحاجتها. بص يا باشا، بص يا باشا. ها ايه رايك؟ صلي على سيدنا محمد. انت كده خلصت، هترجع تعمل مين؟ رن وتحل بقى عشان النتائج. السؤال بقى، ناخد شبكه الحديد قد ايه في الرفت؟ قبل ما اقول اخد شبكه الحديد قد ايه في الرفت، ارسم معايا يلا لو سمحت. لو انا قلت البلاطه الفلات سلاب، البلاطه الفلات سلاب، مش الفلات سلاب، الهندان جايه كده يا ولاد، ودي كده بالنسبه لك المومنت هيبقى جاي كده ولا انا بتهيألي؟ يعني المومنت عند اسرع كنت ايه؟ سالب، وفي نص البحر ايه؟ ده لو انت ايه كده حبيبي؟ ده كده لو انت سلاب، لكن لو انت رفت، الرفت العكس، الرفت بتبقى جايه بالظبط عباره عن كده، واللي فوق هنا ده عباره عن مين؟ الاعمده جايه كده، واللي من تحت هنا كحمل عباره عن مين؟ ده عباره عن البيرنج كاباستي، اللي هي الاتجاه بتاعها لفوق. وانت عارف البارابولا ماشيه مع اتجاه مين؟ المومنت. ده معناه المومنت في الرفت جاي ازاي؟ المومنت في الرفت جاي كده. يعني عند راس العمود المومنت ايه؟ موجب. في نص البحر ايه؟ سالب. يبقى معنى كده ان الرفت عكس مين؟ عكس الفلات سلاب. ده معناه ساعتها لو انا عندي عمود اهو، ودي فلات سلاب، كنا بنحط الاضافي ازاي عند راس العمود؟ مش علوي؟ يبقى كنا بنحط الحديد الاضافي كده وبنرمي له مسافه التوزيع فين؟ هنا. ولا انا غلطان؟ وده كده مين؟ العلوي اللي في الاتجاه الثاني، وادي مسافه التوزيع. ده لو كنت انت كده مين؟ الاضافي العلوي اللي عند راس العمود فين؟ في حاله الفلات. انما انا لو رفت العمود يا سعاده الباشا، اللي تحت ده اضافي مين؟ سفلي.
فهيكون مرسوم خط ايه؟ سوليد. ومسافه التوزيع الناحيه دي اهي، علشان ده كده الاضافه اللي في الاتجاه الثاني، ودي مسافه التوزيع اهي. يبقى انا كده لو كنت مين؟ لو كنت رفت. اتفقنا؟ طيب اخد الاريا ستيل قد ايه؟ دايما في الرفت بنشتغل على الاريا ستيل يا ولاد مينيموم، اللي هي بوينت 15 الدبس. يبقى في الرفت في القواعد عامه وفي البلاطات عامه بناخد الاريا ستيل مينيموم كام؟ بوينت 15 الدبس. ان انا في التوطين ده دلوقتي التي بتاعت الرفت كانت بكام كنا فاضينها؟ يبقى كده الدي بتاعتها بكام؟ 115، لان انا عندي الكفر كام؟ 5 سم. يبقى كده معناه ساعتها الاريا ستيل مينيموم هتساوي بوينت 15 في كام؟ في ال 115، تعمل لك 17 وربع سنتيمتر مربع. ان انا لو قلت اسيوم ان انا هشتغل بحديد فاي كام؟ 18، يبقى ساعتها الاريا ستيل بتاعتي هتساوي كام؟ ال 17 وربع على 2.54 تطلع تقريبا 7.18 على المتر. يبقى الشبكه اللي هحطها ال 7.18 على المتر دي تبقى عيب لو قلت لي حط اقل منها، لان دي اصلا مين؟ يبقى وانا شغال في الرفت بحط انهي شبكه؟ المينيموم. وابدا من خلال الشبكه دي اطلع مين؟ المومنت. واعمل زي مين؟ انفلات سلاب بالظبط. اشوف بقى عند راس العمود الاضافه هيبقى كام بس سفن، وفي نص البحر يوم ما يكون اضافه هيكون مين؟ اللي لو لقيت الكلام ده على موديل السيف ده غير الكلام ده يبقى انت غلط. على طول وش. طب اسال سؤال، هو انا عشان كنت بجيب المومنت مش كنت بقول ان الام اضم بتساوي الاريا ستيل، فاكرين الكلام ده؟ في الاف يلو في الجيف مين؟ في الدي. ساعتها الام التمت عندي لو انا عايز اجيب ورد الدي بقى يبقى 7 في كام؟ في 2.54 في 3600 في بوينت 8 في 115 على 10 اس كام؟ 5. يطلع الرقم تقريبا ب 58 طن متر. معناها ايه 58 طن متر؟ معناها ساعتها ان اقدر احط ان لو حطيت 7.18 في الرفت هتعمل لي كام؟ ايوه مومنت مكافئ في الدبس ال 120 8 فاي كام؟ 58 طن متر. هو رقم ده 7 ولا 17؟ ايه 7 ده و17؟ ام التمت دي 7 في 7 اسياخ اريا ستيل. واضح يا باشا؟ تمام. صل على النبي بقى. تعالى نعمل تشيك انا وانت كده على المومنت بسرعه. يلا بقى هنعمل زي مين؟ مش كنا عملنا الكلام ده في البلاطه؟ اهو اهو شو سلاب ستريسز عادي. بس انت عارف وانت هنا، بقول تاني اهو، انت عارف وانت هنا، عارف وانت هنا ايه؟ انك انت هنا عكس الفلات سلاب. طب تعالى لي همسك اول حاجه من هنا اهو، انهي حاله تحميل نشتغل بيها؟ كنت مفهمكم انفلوب، صح ولا انا غلطان؟ انا قايل الانفلوب بعمل بيها حاجتين، تشيك السايد سوي ويزايد الرفت، وخليتكم ساعتها كتبتوها ورايا. اللي انا هعمل دي كده هقول له مين يا جدعان؟ ام ايه؟ 1-1. ما تيجي تشيك على الشبكه العلويه الاول. العلويه اللي هي فين؟ في نص البحر. هقول له من سالب كام وليكن؟ 120 لسالب كام؟ خدت ضعفها. لسالب الرينج خدت ضعفها، سالب 58، صح كده ولا ايه؟ هقول له ابلاي. وانا عيني رايحه تبص. هتبقى عينك رايحه تبص فين دايما؟ عند منتصف البحور. محتاجه اضافي؟ الله. طب انا لو دي هطبعها على فكره ورقه نوتة حسابيه مش كده ولا ايه؟ برنت جرافيكس. تمام. اختار دي كده واقول له ابلاي. ده الام كام؟ 2-2. هتفاجئ في الام 2-2 برضو انه مش محتاج اي ايه؟ اضافي. الاقي الباشمهندس بيبص لي ويضحك ويقول لي ايه؟ طب ما هي بدل مش محتاجه اضافي، طب ما كده معناها ان الشبكه كبيره، طب ما اروح اقلل الشبكه تبقى اهبل. ما احنا لسه قايلين انت اصلا حاطط المينيموم. فهمتوا قصدي ولا ما فهمتونيش؟ واضحه؟ تمام. طب انا هرجع من هنا، ركز بقى معايا والنبي. هنا بقى الموضوع ايه؟ لازم او يفضل انه يتحط تحت كل عمود اضافي. بس قطر الشبكه الاضافي هيكون كام بقى؟ لا يقل عن قطر الشبكه الاصليه.
يبقى يوم ما احط اضافي لازم يتحط فاي كام ولا يقل طول الاسياخ باي حال من الاحوال عن 3 متر. ده ما فيهوش هزار بقى، يعني مش هسمح 2 متر 40 دي في الرفت، يبقى انت جاي تهزر. يبقى مينيمم طول السيخ في الرفت كاضافي كام؟ 3 متر. ده معناه ساعتها طب والعمدان الخارجيه من حقي ان احط لها مين؟ نص شبكه اضافي بس. طب اروح افتح دي، بس قبل ما اعمل اي حاجه هتلاقي دايما بقى تركيز، ده من غير بقى ما اخش هنا مديك من الخبره بقى، تركيز الاجهادات دايما والمومنت العالي هيكون موجود فين؟ عند الكور والشرور، وبالاخص عند الكور. اشمعنى؟ لان ده اللي كان اعلى حاجه امتصت مين؟ مومنت الزلازل. فممكن تلاقي الكور عند حضرتك كان جاي كده على شكل حرف اي، راح مديك بقعه هنا حلوه وبقعه هنا حلوه وبقعه هنا حلوه، ده معناه ساعتها ايه؟ ممنوع منعا باتا. واحط لي كل حته لوحدها، هيروح جاي بسيخ اضافي يتحط كامل كده يمسك الكور من اوله لاخره، اللي ده ممكن يوصل له كحديد اضافي كام؟ 9 متر. وفي الغالب عند الكور الاضافي ما بيكونش فاي 18، ده بيكون اكبر. ده انا ممكن اروح اعمله فاي كام؟ 7 فاي كام؟ 22 على المتر. واضحه انا قصدي ايه؟ ده انا ممكن كمان يكون كان في جنبه عمود هنا وجنبه عمود هنا، يبقى الاضافي ده هيمسك العمودين دول كمان، يعني ممكن السيخ ده يوصل كام؟ 12 متر. مش فيها هزار. انت واخد على سيخين فاي 12، دي مش بلاطه يا حبيبي. خلاص؟ تمام. هعمل ايه يا ترى هنا؟ هعمل ايه يا ترى هنا؟ هروح جايب ام واحد واحد تاني، صح يا ولاد؟ واروح اجيب مين؟ من كام؟ من 58، صح كده؟ للكام قلنا؟ لل 120. ابلاي. عينك بقى رايحه تبص عند مين؟ اعمده والكور والشروول. بص بقى اهي، واخد بالك بقى من الحاجات دي؟ هي دي معناها محتاجه اضافيات. طب انا لو جيت هنا جبت ام 22 قلت له ابلاي، عيني رايحه عند الام 22، ها؟ ايوه. بص ده محتاج اضافي، ده محتاج اضافي. طب قيمه الاضافي ده كام؟ ما تيجي نشوف كده. تعالى معايا، شيل وول زي دي محتاجه اضافي في الاتجاه، قيمه الاضافي ده كام؟ بص العزم بكام هنا اهو؟ 62. 62 يعني محتاج ايه؟ نص شبكه. طب هو انت الشبكه كام؟ 7. يبقى تحط نص الشبكه كام؟ 3.5. بتكتب 3.5 كده على الاوتوكاد، عشان لو هو في المتر هيحط كام سيخ؟ 4. طب لو ال 2 متر هيحط كام؟ 7. اتفقنا في الكلام ده ولا ما اتفقناش؟ اللي انا بقى لو انت واد ذكي عارف هتعمل ايه؟ صلي على النبي. هو مش ده نفس الكلام بتاع الفلات سلاب؟ هنعمل ايه؟ فاكرين كنت معلمكم قلت لكم ايه؟ انا هطفي دول كده، ودي لوحه رفت مديها لكم خلصانه جاهزه. هروح اجيب مين؟ الاضافي بتاع الرفت دي هنا اهو. اكيد فاهمين انا قصدي ايه؟ هاخد دي على بعضها اهي بالسيخ بالليله دي ككتابه. انتوا معايا؟ كابي من مين يا جدعان؟ من جيومتريك سنتر. واطلع اعمل ايه؟ اركب هنا صح؟ واركب فين؟ هنا؟ ولا انا غلطان يا جماعه؟ طيب بعد ما بركب الكلام ده على العمدان كلها والليله بتاعتي، برجع بقى اشيك مع المومنت اللي هناك، ده محتاج يبقى شبكه ولا نص؟ وتعيش بقى وتعيشنا معاك، مش كده ولا ايه؟ طب بعد اذنك والنبي، لما اروح احط اضافي على الشير وول دي، الشير وول دي مثلا اهو، طول السيخ جاي ازاي؟ ما هو عايز اضافي كده. روح هناك هتلاقيه محتاج اضافي في الاتجاه الراسي اهو تحت خالص. بس خلي بالك الشلايه هنا بكام؟ اهو محتاج اضافي في الاتجاه الراسي، بس الشلايه بنص. يعني ده معناه ساعتها ان الاضافي ده مش هيقل عن كام كده بقى؟ طوله عن كام؟ عن 4 متر. يبقى ادي نص وادي هنا اهو مين؟ هيرد عليا، وادي نص كمان زياده. يبقى السيخ ده هروح جايبه انا كده اهو ومرره هنا شويه، وده كده طوله كام؟ بقى 4 متر. مظبوط كده ولا ايه؟ هيتوزع في مسافه كام؟ اقلا هنا 2 متر اهي يا عم. واخد دي كده وسنترها مع مين اتفقنا؟ صح؟ عشان اروح اجيب مين؟ انه هيبقى في حديد في الاتجاه الثاني. كابل دي واركبها ازاي؟ واركبها هنا كده. ظبطت الاداء في دي؟ اطلع يلا. دي مسافه توزيعها برضه مش هتقل عن كام كده؟ عن 4 متر. طب انا ظبطت دول كده صح؟ هطلع اعمل ايه؟ هروح اجيب مين؟ الدايره اتدوتت، واخد دي من هنا واطلع اركبها عندي هنا واركبها عندي هنا. هاخد ده بقى على بعضه اهو. طبعا فهمتوا اللعبه. كابي
ومن الجيومتريك سنتر هنا ثواني اهو دول كده بدول كده هم كوبي ومن الجيومتريك سنتر هنا فنان هتركب على فين يا فنان على هنا وعلى فين يا فنان وهنا وهنا وتبدا تلاقي اللوحه عماله مالها تخلص معاك من غير ما تاخد بالك بالاضافه انك هتروح تجيب مين من اللوحه القديمه ايه الكتابه دي اللي هي ايه عباره عن الكتابه دي بقى كوبي اهي واروح احطها هناك عندي كده يبقى 120 7 18 علوي وسفلي فين في الاتجاهين شكرا نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم وتاني جزء النهارده الفاونديشن انا كده خلصت الرفع صح عايز اخش معاك بقى في الايزوليتد كوتنج دلوقتي الايزوليتد كوتنج وحوار السملات والميت وايه الحوار ده كله تعال نتكلم اول حاجه عايز اسالها بسرعه انت ليه بتعمل قواعد ببساطة جدا ببساطة جدا انت عندك مثال المثال ده بيقول لك ايه؟ ان الباشمهندس المحترم هيعمل ايه؟ عنده قطاع عمود حمل قطاع العمود ده كام؟ 120 طن وهيحط العمود ده على الارض على طول مفيش قواعد صح؟ هيبقى العمود ده دلوقتي قطاع العمود ده كان 25 في 60 يبقى الاستريس اللي جاي نتيجة العمود ده اولا البيرنج كاباستي كانت 15 طن على المتر المربع يبقى الاستريس كده هيساوي كام؟ ال 120 على 25 من 100 في 6 من 10 راح طالع الاستريس كام؟ 800 اكبر ولا اقل من البيرنج كاباستي؟ ده معناه ساعتها ان اول ما تعمل عمود ده كانك رميته في المحيط يعني تك كل سنه وانت طيب يبقى معنى كده ساعتها الفكره في ايه؟ الفكره في ان انت عندك استريس بيساوي فرصه على مين؟ انت عايز الاستريس ده لا يتعدى مين؟ البيرنج كاباستي مش هعرف العب فيه في نفس التوقيت دي عباره عن مين؟ وزن العمود ومش هعرف اخفضها يبقى اللعبه كلها في ايه؟ عايز اعمل تحت العمود مساحه ارتكاز تخلي حمل العمود ده لما يحصل عنه ستريسز لا يزيد الاستريس ده عن مين؟ عن البيرنج كاباستي ودي فكره انك تعمل فاونديشن يبقى الفاونديشن هي عباره عن اريا تحت قطاع العمود بتحاول تحول فورس العمود لستريس مكافئ او اقل من البيرنج كاباستي ولا يزيد عن البيرنج كاباستي. اتفقنا في السؤال ده ولا ما اتفقناش؟ طب حلو الكلام. المفترض بقى ان انت عندك دي كده عباره عن ايه؟ دي القاعده مين؟ المسلحه وفوقها دي القاعده دي العاديه وفوقها دي مين؟ المسلحه. المسلحه وفوقها ده مين؟ العمود. دي كده تخانه العاديه. اللي هي تي بلين كونكريت ودي تخانه المسلحه اللي هي تي مين؟ رينفورسد كونكريت صح الكلام ده؟ تمام بعد اذنك والنبي الرفرفه بين المسلحه والعاديه دي هنسميها اكس اللي هي لا تزيد باي حال من الاحوال عن من 0.8 لواحد التي بلين كونكريت دي معناها ايه افهم؟ ده معناه ان الرفرفه بين المسلحه والعاديه ما زادتش ابدا عن تخانه مين؟ العاديه يعني لو عامل عادية 40 يبقى المرافة المسلحة والعادية أقصاها كام؟ 40 لو 30 30 لو 20 20 اشمعنى؟ قال لك لأن الحمل هنا بينزل بميل كام؟ واحد لواحد فده معناه أخرج كده إن أي زيادة بميل واحد لواحد كده فأي زيادة هتكسر فين؟ في القاعدة العادية اتفقنا؟ طب سؤال بسيط انت بعترف بالخرسانة العادية في التصميم لو كان سمكها اكبر من او يساوي 30 سنتي ساعتها لو اكبر من او يساوي كام 30 سنتي ساعتها هتبقى البيرنج كاباستي بتساوي الفورس على اريا بلين كونكريت يعني الاريا اللي طالعه من المعادله هي اريا مين بلين كونكريت اللي بعد كده هتعمل فيها انت ايه تاكل 40 سنتي من كل اتجاه وتجيب القاعده مين مسلحه صح الكلام ده؟ طيب السؤال المهم اللي انا عايز اساله دلوقتي قبل ما انسى ليه بنحط حديد في المسلحه ما بنحطش حديد في العاديه؟ يلا كده جاوب. ده سؤال انترفيو على فكره. عشان العاديه مالها؟ يعني ايه كومبريشن بس مش فاهم. فيها شد على فكره. عشان هي اللي تحت العمود على صلي على سيدنا محمد. السؤال ده بيتسال في الانترفيو وتقعد تهري زي ما احنا بنهري كده. اقول لك على حاجه حلوه تعال نرسمها مع بعض ارسم معايا لو سمحت الصوت لو سمحت يا جماعه ده كده عباره عن القاعده العاديه
ودي فوقها اهي القاعده المسلحه، وادي كده العمود. نعم. لا 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 لا. صلي على النبي. مش هتجيبوا الاجابه والله، خليكم معايا اهو بقى. الفكره في ايه؟ هي مش دي كده العاديه تحت؟ اللي تحت العاديه ده بيمثل مين؟ ده البيرين كاباستي. ولا انا غلطان؟ الجزء الكانتليفر من العاديه فين؟ الجزء الكانتليفر من العاديه هو عباره عن الرفرفه الاكس دي، وعباره عن من الناحيه دي الرفرفه الاكس دي. اللي انت لو خدت دي بره عباره عن فيكسد كانتليفر، وتحتها هنا مين؟ البيرين كاباستي. مش ده هيعمل مومنت كده؟ هو مش ده لو خدته بره اهو فيكسد كانتليفر هيعمل مومنت كده؟ المومنت الصغير ده والمومنت الصغير ده مع الرفرفه تقدر تشيله العاديه بالتنشن اللي هي تقدر تشيله، لان احنا عارفين دايما ان الخرسانه بتشيل في التنشن عشر مقاومتها في مين؟ في الكومبريشن. يبقى ده كله ليه ما بحطش في العاديه حديد؟ عشان صراع العزم هو الرفرفه، وبالتالي المومنت اللي هيحصل على الرفرفه دي هيحصل، هتقدر الخرسانه العاديه لوحدها مين؟ تشيله من غير مين؟ حديد. طب ليه في المسلحه بتحط الحديد؟ قال لك لان ما بين المسلحه والعاديه في هنا ستريس تاني اللي كانوا بيسموه لنا في الكليه اسمه ايه؟ كونتاكت بريشر، اللي في ناس بتسميه كيو سي وفي ناس بتسميه اف ان حسب ما تسمي. طب انا لو سميت ده كده ستريس اسمه كيو سي، فين بقى الكانتليفر بتاع المسلحه؟ الكانتليفر بتاع المسلحه بيتحسب من وش العمود، وادي وش العمود، يبقى ده الذراع العزم وده ذراع العزم. إلا انا لو خدت المسلحه تحت هلاقي دي جايه كده ودي جايه كده، وادي الرفرفه اهي. هنا ده تحت يمثل مين؟ كيو سي. هنا ده يمثل تحت مين؟ كيو سي. ده معناه ساعتها هيحصل هنا ايه؟ مومنت رقم وقدره. يبقى غصب عنك لازم ساعتها تحط حديد مين؟ في العاديه. وهيكون سفلي ولا علوي؟ سفلي، لان المومنت كله فين؟ تحت. كده جاوبتك رايح كده. واضح؟ طب ليه بنعمل عاديه؟ قال لك العاديه بتتعمل علشان بتشتغل انها بتقلل ابعاد المسلحه. ولا انت مش معايا؟ في نفس التوقيت بتشتغل كاكسترا كفر للحديد. يعني لا تكتفي بالكفر ال 5 سم، ده كمان معاك العاديه كمان كما لو كانت مين؟ كفر كامل لمين؟ للحديد. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ طب هنا سؤال تاني بيستعرض نفسه. اللي هو ايه بقى؟ تعالى بص معايا. الباشمهندس المحترم، لو حبينا نكمل في الجزئيه دي. في ايه؟ الكونتاكت بريشر ده، الكونتاكت بريشر ده لا يفضل انه يزيد من 30 ل 40 طن على المتر المربع. هو الكونتاكت بريشر ده بيساوي ايه اصلا؟ هو مش ده ستريس؟ والستريس بيساوي ايه؟ يبقى كيو سي بتساوي مين؟ الفورس المره دي، بس على ايه يمين؟ الفورس الكونكريت، صح كده؟ ما هو ده مرتكز على الفورس الكونكريت. طب البيرنج كاباستي مرتكز على مين؟ بلين كونكريت. ومن هنا بقى لنا حته وقفه 10 على 10. باشمهندس بقى يطبق في دماغه ويقول لك ايه؟ هو انت مش لسه قايل من شويه انك انت الرفرفه بتاعت العاديه او اسف الرفرفه بتاعت العاديه المسلحه ما تزيدش عن دخلت العاديه؟ راح جاي يقول لك ايه بقى؟ طب انا هعمل حركه بمليون جنيه. فكر يا فنان. الفنان يفكر يقول لك ايه؟ انا هعمل تخنت العاديه منك. حد عنده اعتراض؟ ساعتها هيروح عامل الرفرفه بين المسلحه والعاديه كام؟ متر. يبقى العاديه المسلحه هتكون اقل ايه؟ ما يكون. ساعتها رقم واحد احتمال كبير يطلع العمود سيف البنش في القاعده المسلحه. دي اول واحده. رقم اثنين ساعتها المسلحه ابعادها ايه؟ قلت. يبقى الكونتاكت بريشر يبقى الكلام ده ما ينفعش. ما انت ما تتلاعبش بالقانون. تيجي تقول لي انا يعني العاديه اخرها كام معاك دخانه؟ 40 سم. واضحه انا قصدي ايه؟ اكتر من كده هتبوظ معاك الدنيا في مين؟ في الكونتاكت بريشر، لان المسلحه هتقل خالص. ولا انتوا مش معايا؟ طب انا افرض العاديه كانت شغاله فرشه نظافه، عارف ده معناه ساعتها ايه؟ انك انت على طول القانون ده اهو ده الاريا اللي تحت دي هتبقى اريا رينفورس الكونكريت.
يعني تعتبر العادية بحالها بمالها كأنها مش موجودة، والمسلحة مش كونتاكت بريشر، ده اللي تحتها مين؟ البيرنج بس. فقلت يعني الكلام ده ولا فهمناه؟ يبقى الكلام ده كله موجود معاكم في الصفحات 213 214 215 و216. دي بتحكي في مين؟ في التايبز اوف ايه؟ فاونديشنز. اللي قلنا عندنا نوعين، شالوا ايه يا اولاد؟ ودي، حيث ان الشالو دي كل القواعد ما عدا الايه؟ البايلز. طب الديب؟ ديب بايلز. طيب الصفحه اللي بعدها عشان مهمه جدا، واقف بقى واحد جايب لي مبنى وبيقول لي قول لي نوع الاساسات هتبقى ايه؟ انا كنت من شويه مدي لك بالنظر كده مين؟ البيرنج كباستي. طبعا هرد عليه رد بشياكه الاول، هقول له هقول لك ايه؟ حاجه كده مبدئيه. لكن انت لازم تروح تعمل تقرير مين؟ جسر. عشان الكلام ده ما فيهوش هزار. واضح؟ تمام. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ راجع معايا بقى وافهم. صلى على النبي. هو الاسترس كقانون بيساوي ايه؟ الاسترس كقانون بيساوي مين انت بتقوله؟ الله ينور عليك. الاسترس بتساوي فورس على اريا، حيث ان الفورس دي عباره عن مين؟ وزن المبنى. طب والاريا؟ دي اريا المساحه اللي بتعمل فيها القواعد. طب المساحه اللي بتعمل فيها القواعد اكبر ولا اقل من مساحه المبنى؟ يا اكبر يا تساوي، على اعتبار ان انت عندك كار، مش كده ولا ايه؟ يعني معنى كده المفترض ان الاريا فوتنج اكبر من الاريا مين؟ ستوري. طب هو الاف اللي هي وزن المبنى دي جاي منين؟ مش المفروض هي عباره عن وزن كل دور مضروب في عدد الادوار؟ طب هو وزن كل دور عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه كل دور مضروبه في الحمل اليونيفورم طن على المتر المربع للمتر الواحد من البلاطه. طب هو المتر الواحد من البلاطه الحمل اللي كان على ايه واحنا بنحسب؟ مش كان عباره عن الدي اس في الجامر انفورس الكونكريت زائد الكفر لود زائد الوول زائد اللايف؟ مش ده كله كان حمل يونيفورم؟ ده كله بحسبه في دماغي وانا شغال كده. بحط دي بكام؟ ب 20 سم والكفر بوينت 15 وور بوينت 25 والكفر واللايف بكام؟ وراح طالع معايا وليكن الرقم 1.2 طن على المتر المربع. الرقم ده يتاخد يتضرب في مين؟ في الاريا ستوري، ولا انا غلطان؟ اللي هو مساحه مين؟ الدور. كده جبت وزن مين؟ هروح اضرب لسه في النمبر اوف ستوريز. ده كده البسط اللي هو مين؟ الاف اللي هيتقسم على كام؟ على الاريا مين؟ الاريا فوتنج اللي انا لو استعبطت افترضتها الاريا ستوري. خد مني واشتري، مش انا قلت هي اكبر اصلا؟ يا عم انا قلت هي بتساويها. ده معناه ساعتها ايه؟ ده معناه عن معادله هتلاقي الاريا ستوري طارت مع الاريا ستوري اللي تحت. يبقى كده الاسترس هيساوي ايه مباشره؟ اليونيفورم لود في النمبر اوف مين؟ اوف ستوريز، عدد الادوار. وتروح تقارن الرقم ده على طول بمين؟ بالبيرنج كاباستي اللي انت متوقعها، اللي الراجل كان مدي لك مثال بسيط تحت اهو عليها. بيقول لك ايه بقى؟ اكزامبل البيرنج كاباستي بحدود كام؟ 15 طن على المتر المربع، والراجل ده النمبر اوف ستوريز كام؟ 10. اليونيفورم لود كان بكام؟ 1.2. عايز ايه؟ عايز الاكسبكتد تايب اوف فاونديشن. يبقى ده كده معناه ساعتها هيعمل ايه؟ الاستريس هيساوي مين؟ اليونيفورم لود في مين؟ في النمبر اوف ستوريز. يبقى ضرب ال 10 في 1.2 طلعت بكام؟ اقل من الكام؟ واكبر من ثلثين ال 15. يبقى كده الراجل ده شغال مين؟ مات فاونديشن. دي بمجرد النظر. اتفقنا؟ الصفحه اللي بعدها اخطر ما يكون. الباشمهندس من شويه اللي كان بيسال كان بيقول لي طب البيرنج كاباستي اللي انت مديها لي دي مديها لي فين؟ صح؟ ايوه، في عندنا حاجه اسمها الكيو الاوبل نت. دي البيرنج كاباستي اللي انا عايزها عند مستوى مين؟ او منسوب مين؟ التأسيس. صح صح معايا بقى. يبقى البيرنج كاباستي اللي بيديها لي التقرير التربه دي البيرنج كاباستي العاديه. طب انا لو عايز البيرنج كاباستي اللي عند مستوى التأسيس اجيبها منين؟ مستوى التأسيس انك تحت هنا كده عند الخط اللي انا بشاور عليه ده، معايا ولا مش معايا؟ الراجل مش نزل هنا ارتفاع معين حفر بيرنج كاباستي كيو الاو عندك النت دي على اعتبار انه هو مش ده جزء من اول خط الارض. هو الجزء ده مش من اول خط الارض، بقول اهو تعالى معايا من اول خط الارض هنا اهو. لا ثواني معلش،
من اول خط الارض هنا لحد مكان الفاونديشن تحت هنا كده، مش ده الجزء اللي اتحفر؟ الكيو ال الاول دي مبنيه على ايه؟ على ان الجزء الردم اللي اتشال هو نفسه الجزء الردم اللي هيرجع. بس هل الحقيقه الردم اللي اتشال رجع ردم ولا رجع منه جزء خرسانه عاديه وجزء منه خرسانه مسلحه؟ هو المشكله في ايه؟ المشكله لا، الكثافه. كثافه التربه اللي كانت موجوده غير كثافه الخرسانه العاديه واللي ايه؟ فكده معناها ان البيرنج كاباستي هتقل عن اللي جايه في تقليل التربه. طب هتقل بمقدار كام؟ انت مش حاططها عاديه مكان الردم، يبقى فرق كثافه العاديه عن الردم ده الرقم اللي هتقله البيرنج كاباستي. انت مش حاطط مسلحه مكان الردم، يبقى فرق المسلحه عن السويل وده اللي هتقله البيرنج كاباستي بارتفاع كل واحده. مش فاهم حاجه؟ صل على النبي، افهم معايا. يبقى انا في المكان ده بقول ان الردم اللي هيتشال هو نفسه اللي هيرجع. طب تعالى بص على الحته دي بقى، تعالى نشوف مع بعض. لو كان مدي لك ان ارتفاع العاديه كان بيقول 40 سنتي وكثافتها كام؟ طبعا خلي بالك التربه كام؟ التربه 1.8. تمام، التربه 1.8 اهي. طيب سمك المسلحه كان كام وكثافتها كام؟ يبقى معنى كده البيرنج كاباستي نيو اللي انت هتصمم عليها بجد هتساوي مين؟ البيرنج كاباستي اللي جايه في تقرير التربه ناقص ارتفاع العاديه، ارتفاع المسلحه بفرق الكثافتين ما بين المسلحه والسوليد، ناقص ارتفاع العاديه بفرق الكثافتين ما بين العاديه ومين؟ والسوليد. اللي الرقم ده لما تيجي تحسبه طلع معاك كام في النهايه؟ بدل ما هو شغال ب 15 طلع بكام في النهايه؟ تيجي تقول لي فرقت الواحد من 10 في البيرنج كاباستي بتفرق؟ معلش. طب اسال سؤال، الحته المهمه بقى ايه هي؟ طب فرضا ان الراجل ده كان هيعمل مستوى الدور الارضي، الدور الارضي عند ارتفاع فوق هنا اهو وليكن متر 20، هل الردم ده كان متاخد في الاعتبار ولا ده كده بقى زياده؟ يبقى الردم ده كمان هنا يا وشك هيطرح من مين؟ من البيرنج كاباستي. يبقى كمان هتبقى ناقص، بس ناقص ايه بقى؟ الكثافه كامله بتاعت التربه اللي اتحطت في مين؟ في ارتفاع. طب اسال سؤال، طب لو ان ده بدروم عندي منسوب التاسيس في البدروم، افترضت ايه؟ ان البيرنج كاباستي معتمد على ان الردم اللي اتشال رجع تاني، لكن في الحقيقه وانت بتعمل البدروم الردم اللي اتشال وبالتالي فرق الارتفاع ده هتبقى البيرنج كاباستي هتبقى زائد. وعشان خاطر كده بيقول لك دايما ايه؟ لما تكون البيرنج كاباستي ضعيفه لما بتعمل بدروم بيعلي البيرنج كاباستي، بين الردم اللي اتشال بيتحط في المعادله بالزائد لانه ما بيرجعش تاني. فهمتوا قصدي ايه الكلمتين اللي قلتهم دول ولا ما فهمتوش؟ طب فهمنا. بناء على الكلمتين دول بقى تعالوا بقى نتكلم شوية حاجات حلوة بقى في حاجة اسمها مين؟ السبلات والنيلة والقواعد العادية والقواعد المسلحة والكلام ده كله. نت دي اللي تهمك، دي الكيو ال. يبقى تعالى بقى نتكلم في صفحة كام؟ 220. صح يا باشمهندس. بعض المعلومات المهمة عن القواعد المنفصلة، رقم واحد اقل سمك للقواعد العاديه عشان تشتغل معاك في التصميم هو كام؟ 30 سنتي، مش كده ولا ايه؟ طيب اقل رفرفه للقواعد العاديه من المسلحه عشان تشتغل في التصميم هو كام؟ 30 سنتي. طب اقل سمك للقواعد المسلحه كام في السوق بره شغالين بيه احنا؟ 50 سنتي، في حين انك هتشطب عليها وتكتب 60، ما بنقلش ابدا عن 60 تقريبا. طب اسال سؤال تاني بقى احلى واحلى، عمود شمعه كنت عامله حضرتك، العمود ده 30 في 40 كنت عامله شمعه كده، والرياكشن اللي كان جاي عليه طالع 10 20 30 40 طز 40 طن ولا يعملوا قاعده اصلا، ساعتها هتعمل ايه؟ احط العمود ده كده، ممكن اشيله على سميل لو في سميل، ممكن حاجه ثانيه احسن، ايه هي؟ اعمل له قاعده. طب اقل ابعاد للقاعده ايه؟ ده مفيش حمل في العمود. اقل ابعاد للقاعده كالتالي، انك في القاعده المسلحه هتطلع من وش العمود من كل اتجاه رفرفه 40 سم، يبقى دي اقل رفرفه من وش العمود من كل اتجاه بالنسبه للقاعده المسلحه. طب العاديه حسب بقى ما انت عامل دبسها،
لو انت عامل نفس العاديه 30 يبقى هرفع من المسلحه من كل اتجاه كام؟ 30. واضحه انا قصدي ايه؟ تمام. كده معناها ابعاد القاعده المينيموم دي تطلع كام دلوقتي؟ العمود هنا كام؟ 40 شمال و40 يمين و40 30 و40 30. يعني بتتكلم كده في كام؟ 180 سم. ولا انا غلطان؟ ده 40 في 3 ب 120 ومعاك 60 ب 180. الاتجاه الثاني هيبقى 170 او 160 تقريبا، مش كده؟ يبقى ده كده اقل ابعاد للقاعده تحت العمود اللي هو كام؟ ال 30 في 40. فهمتوا معايا قصدي ايه؟ مفيش حاجه اسمها احط القاعده على قد العمود، ده يروح عامل لي رفرفه من العمود من كل اتجاه 15 سم. ايه ده طبق، ده مش قاعده. حط العمود في طبق حضرتك. واضح انا قصدي ايه؟ تمام. طب كمل. طب اقل عدد الاسياخ في المتر بالنسبه للعمود كام؟ اقل عدد، اسف، في القعده. احنا لسه قايلين من شويه بوينت 15 كام؟ الدبس. طب ده انا معناه لو الدبس بتاعي 60 زي ما انا كاتب لك، يبقى اقل عدد اسياخ في القعده المسلحه ساعتها كام؟ 8 فاي 12 على المتر. يبقى لما اروح احسب عدد الحديد في القعده ما يقلش في الكام في النهايه؟ عن 8 فاي 12. اقل، يبقى معنى كده القعده ديت انسيف. لان انا كده بتكلم على اريا السلمين مينيموم. طب حلو الكلام، قلناها من شويه رقم 6 ولا ما قلناهاش؟ اللي هي كانت ايه؟ يفضل تصميم القواعد على ان هي تكون منها ما معنى ايكوال بروجكشن؟ يعني رفرفه المسلحه من العمود من الاربع اتجاهات متساويه. رقم 8 قلناها، في حال تدخل القواعد المسلحه بتعمل ايه؟ صح كده؟ لكن لو العاديه ده امر مقبول، مش كده ولا ايه؟ الحته اللي شرحناها في الاول. طب بعد اذنك رقم 9 اشاير الاعمده. مش لازم لكل عمود اشاير تطلع عشان يركب معاها الحديد بتاعها؟ اشاير العمود بتطلع من القاعده المسلحه بنفس قطر وعدد اسياخ العمود. العمود 10 فاي او 12 فاي 16، اروح مطلع له اشاير 12 فاي 12، انت اهبل؟ احنا قلنا من نفس قطر وعدد اسياخ مين؟ العمود. طب السمن لازم تطلع له مين؟ اشاير. اسف، السلم تطلع له مين؟ اشاير. اشاير السلم تطلع منين؟ لو كانت السلم زي ما هنشوف كمان شويه موجود على قاعده مسلحه يبقى يطلع من قاعده مسلحه اوتوماتيك. طيب السلم ده جه في حته وللاسف الشديد بقول اهو للاسف الشديد ما كانش فيها قاعده مسلحه، هيضطر يعمل سمل مخصوص عشان يطلع منه اشاير بدل ايه؟ بدل السلم. نقول الكلام ده تاني ولا اتفقنا؟ طب اتفقنا. نعم. ايوه، ما هو لازم اثنين عشان يقدر يشتغل فيها على طول. طبعا على السبب ان هي خلاها مثلا استقامتها مثلا. لا، ما هو السلم اصلا هيبقى نايم بعد كده. السلم هي شويه يعني تطلع مثلا. لا، ده قصه ثانيه، ده بحكي لك عليها. كمل معايا بس ثواني، ده مش ده، انت مش بتتكلم سلم، بتتكلم كده اعمده. تعالى معايا بقى صلى على النبي. طب لو حبينا نتكلم بقى في مين؟ في السمنتات. تعالى بقى نفهم، تعالى نفهم يلا بقى، عشان في عندي لفظين في ثلاث الفاظ هحكي اثنين فيهم النهارده واسيب الثالث للمره اللي جايه. اللفظين اللي هنتكلم فيهم دلوقتي حاجه اسمها مين؟ السمل او ايه؟ او الميده. تعالى نشوف يعني ايه سمل، يعني ايه ميده. الباشمهندس المحترم دي عندك كده عباره عن القاعده العاديه، يبقى دي كده عباره عن بي سي فوتنج. فوقها على طول هنا اهو دي عباره عن الار سي فوتنج، وده كده العمود. كلام جميل؟ السمل والميدا الاثنين واحد، الفرق هو البوزيشن، المكان فين. فده معناه ان لو السمل ماسك مع مستوى القواعد المسلحه فده كده اسمه ميدا. لو السمل فوق مستوى القواعد المسلحه وماسك مع رقاب الاعمده ده اسمه مين؟ ده اسمه سمل. طب شكل الاثنين دول كده كاليفيشن، طب كبلان بيبانوا ازاي؟ بيبقى عندك كده دي القاعده العاديه وده كده مين؟ ودي القاعده المسلحه وادي العمود بتاع حضرتك. لو انت سمل هو واضح انه مفتوحه، لو انت ميدا ما واضح مفتوحه على مين؟ مسلحه. يبقى لو ميدا هتبان معاك في اللوحه كده، يبقى ده كده شكل الميدا. انما لو سمل ده هيخترق لحد لما يعدي يوصل لمين؟ يبقى ده كده اسمه السمن. اتفقنا؟ طب هو مين اللي افضل فيهم؟ الميدا ولا السمن؟ لا الميدا طبعا،
لان انا عايز اربط القواعد مش اربط الاعمده. طب امتى بيلجا انه يعمل السلندات؟ لما بيكون ارتفاع الدور الارضي عنده كبير عشان يرفع منسوب الردم. وفي نفس التوقيت دي حاجه ثانيه، الدور الارضي اهو بدل ما يقيس ارتفاع العمود الحر من هنا لحد هنا بيقيسه من هنا لحد هنا. يبقى معنى كده بيعمل الميت او السلندات ده في حاله لما بيكون عنده ارتفاع الدور الارضي كبير، فبيحاول يقلل ال باكلنج بتاع مين؟ العمود. ده في حين بقى لما يكون ارتفاع الارض ده مثلا 8 متر و9 متر بيعمل سمل تحت ويرجع يعمل سمل كمان فوق على بعد متر ولا حاجه. وبسم الله السملات سفليه وسملات مين؟ عجويه. وعندي نقطتين للسملات. واضحه انا قصدي ايه؟ طيب كلام جميل، يبقى دي الفايده. طب هو بيستخدم في السمل؟ رقم واحد حمل حوائط الدور الارضي. افهم من الجمله دي ايه؟ انك لو مهندس شاطر وقبل ما تبدا تنفيذ جايلك لوحه الاساسات تعمل ايه؟ هتروح واخد لوحه الاساسات ومعماري اول دور عندك على اعتبار ما فيش بدروم يا جدعان كان ارضي. لو في بدروم يبقى بدروم. وراح ماسك لوحه معماري الدور مين؟ الارضي. ولازم كل حيطه في معماري الارضي وهو بيبص في لوحه الاساسات لازم يلاقي تحتها يا قاعده مسلحه يا سمنت. لكن حيطة هتتبني على التربة قطع اللوحة في وش اللي عملها. مفيش حاجة اسمها حيطة تتبني على الأرض. تتبني على قاعدة مسلحة يا على مين بقول؟ يا على سمنت. يبقى رقم واحد بتستخدم السمنتات في حمل أحمال مين؟ الحوائط. طب رقم اتنين بتستخدم في منع الهبوط المتفاوت بين القواعد وبعضها. اللي هو الديفرنشال مين؟ سيتلمنت. طب تعالى بص معايا بقى. لو انا قلت عندي سمل اهو والسمل ده كان مربط ما بين عمود وعمود اهو وعمود اهو، يعني دول ثلاث قواعد دول سملين. في هنا حمل حيطه راكبه عليهم اللي هي كانت عباره عن ايه وزنها؟ التي وولف الاتش وولف الجاما بريك مش كده ولا ايه؟ ده هيعمل لك مومنت جاي ازاي؟ مش المومنت جاي كده في السمل؟ تقول لي اه كده ايه؟ سالب. هنا موجب هنا ايه؟ هنا وكان سبعه هنا ثمانيه هنا ممكن نقول 10. الباشمهندس لما جه يحط الحديد في السمل راح حاطط الحديد هنا الرئيسي فوق، الرئيسي هنا تحت، الرئيسي هنا تحت. نسي ان السمل كمان بيتصمم على حاجه اسمها ديفرنشال سيتلمنت. يعني ايه ديفرنشال سيتلمنت؟ يعني هبوط متفاوت. يعني ايه هبوط متفاوت؟ يعني لو جيت معاك كده وقلت لك حصل سيتلمنت عند السبورت اللي في النص ده 1 سم. طبعا انتوا ملوك استراكشر. المومنت هيبقى شكله ايه دلوقتي؟ ستلمنت المومنت عكس على طول اللي كله بيحصل، المومنت هيبقى جاي كده. يبقى ده المومنت اللي جاي نتيجه الستلمنت. خدت بالكم انا قصدي ايه؟ ده معناه ساعتها المومنت هنا اهو ولتكن ب 15، المومنت هنا اهو ولتكن ب 6، المومنت هنا اهو وليكن ب 4. ساعتها ده كده معناه ايه؟ ان المومنت كان في السمنت كان فوق، وانت حاطط له الحديد فين؟ فوق، هنا عند راس العمود هنا كان المومنت مفيش حديد ده مينيمم. ده المومنت كله بقى تحت يبقى اتكسر هنا. نفس الكلام الحديد اللي كان هنا كان على 7 لكنه دلوقتي على كام؟ 6 على 13 وهنا على كام؟ على 12. يبقى انت المفروض بقى في التوقيت ده بتعمل ايه؟ بتاخد العزم ده والعزم ده ومجموع دول ومجموع دول وتاخد اكبر واحد في الاربعه دول وتعمل بيه ايه؟ تطلع بيه اريا ستيل. الاريا ستيل اللي بتطلعها بتتحط فوق زي مين؟ تحت. وعشان خاطر كده تفتح اي لوحه قواعد ممنوع في حاجه اسمها تكسيح في السملات. يقول لك دايما الحديد في السملات عباره عن ايه؟ 3×16 علوي وسفلي، 4×16 علوي وسفلي. يبقى ممنوع التكسيح في السملات نظرا للحكايه اللي حكيتها لك دي. لان عايز الحديد فوق وتحت دايما ماله قيمه ايه؟ ثابته. واضح الكلام؟ عشان لما تبقى واقف في الموقع ويجي لك عامل ويقول لك ايه؟ نكسح في السمنات على بعد كام هندسه؟ تقول لي استنى ما افتح الكود. هو عمال يضحك عليك ام تلاقي لها الا الله ورا. لان مفيش تكسيح في مين؟ في السمنات. اقول تاني ولا اتفقنا؟ طب دي السمنات بتاعتنا الاصليه صح؟ اللي عايزين نقول كام جمله بسيطه. ايه هما؟ طيب السمن بقى لو بيربط بين القواعد وبعضها فلن يقل عرضه عن 25 سم. السمن اول ميده.
لو بيربط بين الاوادر بعضها لان كل عرضه عن كام؟ 25 سنتي. طب لو السمنة اتعمل عشان ما يربطش اواعي عشان يشيل حيطة بس، يعني بصوا يا اولاد بصوا معايا معلش والنبي، ادي قاعدة وقاعدة وادي قاعدة وادي قاعدة، ده سمنة رئيسي وده سمنة رئيسي، وراح جاي عامل سمنة بينهم كده عشان يشيل عليه حيطة. السمنة ده بقى بنسميه قطوع. السمنة ده بقى بيكون عرضه هنا 15 او 20 سنتي او 25 حسب الحيطة اللي هيشيلها، بس السمنة ده بقى بتبقى حمل الحيطة عليه يونيفورم، فبيبقى المومنت فيه دبليو ال سكوير على 8. فسمن للقطوع بيبقى الحديد السفلي هو الرئيسي والعلوي على الكاهل، على عكس السمن العادي او الميدا العاديه. طبعا لما اقول لك كلمه سمن اعرف ان هي ميدا، الاثنين زي بعض. واضح انا قصدي ايه؟ اللي بيختلف هو يا جدعان المكان التواجد بتاعه، صح؟ طب لو السمن طوله زاد ما بين القعده والقعده عن 5 متر بيبدا ساعتها سمن، لو ادي قاعده اهي وادي قاعده اهي وادي سمن اللي بينهم كده، فبيضطر عشان السمن ده كده بيخاف من الديفليكشن فيه، بيروح جاي عامل قاعده عاديه تحت من اهو في النص اسمها ايه القاعده دي؟ مخده. يبقى انت اعمل مخده تحت السمن لو طوله زاد عن كام؟ عن 5 متر. اتفقنا؟ طب الكلام اللي انت قلته ده حلو، ما تدعمهولي بلوح. تعال نبص معاك في الملزمه اللي في ايديك، نشوف كده نشوف كده. يلا صفحه كام محتاجها؟ محتاج صفحه 223. الرسمه اللي قدامكم دي كده، اسمع خليك معايا على الشاشه، الرسمه دي كده، دي قواعد مع مين؟ مع ميد ولا سملات؟ ميد ولا انا غلطان؟ طب حلو حلو الكلام. طب الرسمه اللي بعدها دي ايه؟ ايه اللي عرفك؟ ايوه شوف شوف شوف، وصل للعمود. طب ايه ده بقى؟ ده بقى ده سمل اتعمل مخصوص عشان هنا كان في اشاير بادي سلم. طب لو الاشاير دي كانت موجوده كده عند القاعده المسلحه ما كنتش محتاج اعمل اي سمل، يبقى تطلع من القاعده على طول. اتفقنا؟ تمام. بنحطط القاعده فوق وشمال، دي القاعده المسلحه. كمل كمل. ايه الشكل ده؟ ده اللي انا سبته على السبوره. ده سمل رئيسي، ده سمل رئيسي، ده رئيسي، ده رئيسي، ده مين؟ قطوع. ولازم كل قاعده تتربط باسم اللين في الاتجاهين على الاقل، سمل اكس وسمل واي. اللي لو مفيش حيطه هنا وكانت الحيطه كده بس، لازم تربط ده باقرب عمود جوه. اللي فرضا اقرب عمود كان هنا يبقى هتعمل السمل مايل كده، انا ماليش فيه، لازم سمل في الاتجاهين. وصلت؟ تمام. بعد اذنك، السمل ده اسمه قطوع، كان مد الراجل عرضه كام؟ 15 سنتي. واخد لي بالك من الدايمنشن ده ولا مش واخد لي بالك؟ اتعمل ليه الدايمنشن ده؟ عشان النجار يدعي لك في الموقع. دي ما انت مش على فكره، انت كده هنا مش ملزم تعمل الدايمنشن ده، بس ملزم تاخد دعوه حلوه كده ربنا يكرمك بيها. ليه؟ بعد اذنك هيوقع الراجل ازاي السمل ده في الموقع وانت راسمه له كده؟ ويا سلام لو اللوحه مش بسكيل. يبقى بتقول له من وش السمل ده لحد المحور اللي هنا ده، من وش السمل ده لحد، من وش السمل هنا اهو لحد المحور اللي هنا المسافه دي 2 متر 19 سم. يبقى هيسيب دي ويبدا يشد شده مين؟ السمل بتاع حضرتك ده. طب الصفحه اللي بعدها دي رسمه ايه؟ واضح والله العظيم. دول كده حصل تدخل في مين؟ العادية، إنما المسلحة يبقى مش محتاج أعمل كومباين. يبقى أنت هعمل كومباين فوتنج لو المسلحة نفسها دخلت في مين؟ في بعضها. إزاي؟ بحطت القواعد دايمنشن فوق مع المسلحة، ودايمنشن مع مين؟ مع المسلحة في الاتجاه التاني. وما تجيش تقول لي المسافة هنا قد المسافة هنا، غلط. الكلام ده لو إن المحور كان في نص العمود. المحور مش في نص العمود. لما تيجي تقيس من نص العمود بجد هتلاقي شمال قد يمين. واضح كلام انا قصدي ايه؟ تمام. الصفحه اللي بعدها دي ايه؟ ده سلم. والراجل قايل لك دي اول درجه فين؟ في السلم. اول ما راح يعمل القواعد لقى ان الدرجه دي طلعت بره القاعده المسلحه، فاضطر يعمل له سمل لوحده يطلع منه اشاير بادي السلم. فهمتوا حاجه؟ طب انزل الصفحه اللي بعدها دي شكل ايه؟ شكل ده ميدا، ده ميدا رابطه من مين؟
بين عائلتين مسلحتين التسليح بتاعها جاي ازاي؟ 4-16 علو وايه؟ مفيش تكسير. طب انزل اللي بعده ده ايه؟ ده برضه عمود واحد وادي المدى وهي مخترقه والحديد بتاعها. طب ده ايه؟ ده عمود طرفي، حديد المدى واصل لحد فين؟ لاخر القعده هنا. واضح ولا انا غلطان؟ طب ده جدول ايه؟ القواعد اللي هنعمل زيه. احنا هنعمل مشروع كامل على فكره. انا النهارده بشرح نظري. في حصه كامله للكلام ده لوحده. تعالى لي، قواعد عاديه. طول عرض ارتفاع مسلحه، تسليح سفلي تسليح مين؟ علوي. طب اسال سؤال بقى، لو منسوب الميه الجوفيه مرتفع وهتشتغل ايزوليتد فوتنج، يبقى ساعتها هتعمل ايه؟ هتضطر ساعتها العاديه مش هتتعمل منفصله، هتعمل العاديه لبشه وتعمل فوقها المسلحه لكل عمود القاعده بتاعته. فهمتوا قصدي ايه؟ عشان ساعتها الميه الجوفيه ما تخشلكش ما بين مين؟ القواعد المسلحه وبعضها وتضرب لك التشطيبات. العاديه والحصيره دي تمشي مسلحه برضه، بتتقال على الاثنين. ما هي كلمه حصيره يعني لبشه بالعربي. هي امال الحصيره دي ايه؟ هيروغليفي؟ خلاص تمام. تعالى معايا. طب ده جدول مين؟ جدول سملات. بص بص بص، مديني سمل عرضه كام؟ يبقى ده على طول وانت مغمض قطوع. ده على طول وانت مغمض مين؟ قطوع. لكن لو 25 ده سمل رئيسي. طب القطوع ركز في تسليحه كام؟ 4-12 مين؟ سفلي. 2-12 مين؟ علوي. طب العادي 4-4. وبتكتب المعلومه دي تحت، فاكرينها؟ قلناها في الحصر. ايوه صح كده؟ تمام. الصفحه اللي بعدها دي ايه؟ ده سمل مشي مشوار ضخم. يبقى راح عامل تحته هنا مين؟ مخده عاديه متر في متر بسمك 30 سم. اتفقنا؟ ده سمل اللي ماشي مشوار ضخم من هنا لهنا برضو اهو. يبقى دي عباره عن مين؟ مخده عاديه تحته. نعم، ما فيهاش تسليح، ده خرسانه عاديه زي الخرسانه العاديه بتاعتك، قاعد عليها بس كسبورت. ده نفس الكلام، دي برضو ايه؟ مخده. ودي برضو ايه؟ مخده. طب سؤال، عامل سمل هنا مسميه ميم 2 وسمل مايل كده وسمل مايل كده صغنطوط. على فكره السملات ما بتفتحش على بعضها، السملات كاميرات شايل ومتشال. هو السمل كاميرا على فكره. طيب هو عامل السملات دي ليه؟ ليه؟ علشان كان في حيطان في الدور الارضي في المكان ده، فما ينفعش يبنيها على ايه؟ على التربه. صح الكلام؟ انت كمان بعمل مخده تحت السمل. لو لقيت السمل، ادي السمل راح جاي مكسور معاك كده، يبقى عند الكسره اللي عند السمل لازم تعمل مين؟ مخده، عشان تسند هنا كسبورت. شكرا والسلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.